طيب تعالى نفترض عندنا سؤال بيقول لك هديك في سؤال على كود فورسز اسمه ماشي. السؤال اهو بيقول لك a word or a sentence in some languages called a bangram if all the characters of the alphabet of this language appear in it at least once. لو كل الحروف اللي في اللغة ظهرت في الكلمة دي بنسمي الكلمة دي بانجرام. السؤال بيقول لك أنا هديك كلمة وعايزك تقول لي الكلمة دي بانجرام ولا لأ. يعني ايه بانجرام؟ يعني كل الحروف ظهرت فيها ولا لا؟ بنعمل الكابيتال ايه؟ والسمول حرف واحد. الكابيتال والسمول نفس الحرف. نعمل ده ازاي؟ ممكن احول كلهم لكابيتال او احول كلهم لسمول وبعد كده اضيفهم في ست واشوف السايز بتاعه. جميل، وده موضوعنا النهارده. عايزين نتكلم عن الاس تي ال اللي عليها الدور، او قبل دي اسف احنا ما قلناش البريورتي كيو. طيب احنا اخر سيشن فيها شرح اللي هي اللي قبل اللي فاتت، اتكلمنا عن الكيو كداتا ستراكشر وقلنا ان هو بيسبورت او بيديك الفانكشناليتي بتاعت فيرست ان فيرست اوت. اي فيرست ان فيرست اوت الكيو هو اللي بيعمل ده عن طريق ثلاثه فانكشنز بوش وبوب وفرونت. والمره اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه، اخترعنا حاجه مش موجوده في الاس تي ال اسمها مونوتونيك كيو. ده ايه ده؟ ده نفس الكيو بس احنا ضفنا له كده دي كيو متداري عشان نعرف نجيب بيه الماكس اليمنت في الكيو دلوقتي مين هو. طيب تعالى نفترض ان احنا عندنا بروبلم مش هتتحل بالفيرست ان فيرست اوت. بروبلم هتتحل بفكرة اهم واحد جه هو فيرست اوت. اهم واحد جه هو اللي هي فيرست اوت. يعني ايه؟ يعني لو جه حد قيمته 5 بعده حد قيمته 3 بعده حد قيمته 7 وجيت قلت لك في الكيو مين اللي عليه الدور يخرج، هتقول لي الخمسه لانه فيرست ان فيرست اوت. عندنا داتا ستراكشر اسمها بريوريتي كيو. بتشتغل بلوجيك مختلف شوية. ازاي؟ بيقول لك لا، مش دايما الفيرست ان هو اللي حقه يفيرست اوت. في بروبلمز في الواقع بنقابلها بنبدأ نحط بريوريتي غير مين اللي جه الاول. زي مثلا لو انت بتعمل لو في سيستم في مستشفى ما ينفعش نقول ان الفيرست ان فيرست اوت. ممكن في كيسز كتير في المستشفى نقول فيرست ان فيرست اوت، بس هيجي احيانا ما ينفعش واحد يكون جاي واحد عنده برد والتاني عامل حادثه ونقول اللي عشان اللي عنده برد جاي الاول يدخل الاول. لا، ممكن نوقف الدنيا ونعدي اللي عامل حادثه. ليه؟ لان البريورتي بتاعته اعلى، هو اهم من الشخص التاني اللي عنده برد. اوبريتنج سيستم مثلا، لو انت بتعمل اوبريتنج سيستم ما ينفعش تمشي الدنيا كلها فيرست ان فيرست اوت. عندك بروسيسز، عندك برنامج في اس كود شغال، عندك فاير فوكس شغال، في برامج كتير شغاله بتروح للاوبريتنج سيستم يقول له انا بعد اذنك عايز اخد البروسيسور شويه عشان اشتغل بيه. لو الاوبريتنج سيستم بيمشيهم فيرست ان فيرست اوت دايما، ممكن حد يعني ممكن يدي الدور
لكل البرامج اللي شغال عندك لو انت ملود معلي اللود على الجهاز مثلا، ويكون عندك فاير وول جايب لك اليرت بيقول لك ان في حد دلوقتي بيحاول يخترق جهازك، بس هو عشان الجهاز مشغول ومش مدي اولويه للفاير وول، والفاير وول لسه دوره ما جاش، في برامج تانية شغاله واخده دور في البروسيسور ممكن ما يدلوش دور. بس مش ده اللي بيحصل، بيحصل ان لا بيحط بريوريتي لمين اللي يدخل دوره دلوقتي في البروسيسور، مش فيرست ان فيرست اوت. فمش كل الحياه كيوز، لا ساعات بن ابلاي لوجيك بريوريتي كيو. بريوريتي كيو يعني اللي ليه اولويه هو اللي هيخرج الاول حتى لو ما كانش هو الفيرست ان. طيب بريوريتي كيو زي الكيو الستاك بيديك 5 فانكشنز، 3 اساسيين و2 كده اي كلام. بريوريتي كيو بوش معناها عايزين نوقف حد في الطابور، دي له فاليو. بوب عايزين نمشي اهم واحد من الطابور، يعني عايزين نمشي حد من الطابور، مين اللي هيمشي؟ اهم واحد اللي ليه اعلى بريوريتي. وعندنا الاثنين العاديين فرونت اسف سايز في كام واحد دلوقتي في الكيو، وامتي هو الكيو فاضي ولا لا، باي فانكشن واحده ممكن حد يتوقع اسمها ما يكونش عارفها. فيرست للاسف ما اسمهاش كده، اسمها توب. يعني هو كيو بس ما سموهاش فرونت، هي في الكيو كانت اسمها فرونت، هنا سموها توب. ليه؟ ابقى احكي لكم في الاخر. بس هنا في البريوريتي كيو اسمها توب ما اسمهاش فرونت. تمام؟ يبقى بوش بتوقف حد في الطابور، بوب بتمشي اهم واحد في الطابور، توب بتقول لك مين هو اهم واحد في الطابور مش بتمشيه، سايز فيه كام واحد، امتي هو فاضي ولا. تمام. طيب اتفضل عبد الرحمن. عشان سوا كده البريوريتي كيو كل فاليو لازم تكتسب البريوريتي من الفاليو بتاعتها، يعني ما بيبقاش فيه فاليو ويت، لا هي الفاليو وهي الويت. الفاليو مبدئيا بتكون هي الويت. طب في حاجات تانية الفاليو فيها يعني في ويت وفاليو، ولا دي حاجات احنا بنعملها بايدينا بقى؟ في ايه؟ داتا ستراكشر ثاني يعني؟ في هبقول تمام هبقولها لسه. بس لو انت عايز تحط ويت وفاليو في البريوريتي كيو ممكن تخلي البريوريتي كيو ده يبقى فيه بير. معايا يا عبد الرحمن؟ تمام. وخلي الفيرست هي الويت، الفيرست هي البريوريتي او الويت اللي انت عايز تحطه، والسكند هي الفاليو. تمام جميل. حد عنده سؤال هنا؟ يعني هما بيسورتهم يعني؟ ده اخر نقطه بنتكلم فيها دايما في الاس تي ال، هو بيعمل ده ازاي. لكن في الاخر خالص احنا نظرتنا للبريوريتي كيو هو بيسورت ولا مش بيسورت مش دي اهم حاجه، هبقول لك عليها في الاخر، بس دي مش دي اهم حاجه. نظرتنا للبريوريتي كيو ان انا هدي له قيمه يحطها في الكونتينر بتاعه، يحطها فين مش مهم، مش مهم هتتحط فين، هي اتحطت في الكيو. بوب هيمشي لك صاحب اعلى بريوريتي. طب هو ده كان واقف في الاول؟ مش عارفين. تقدر تتخيله كيو وتقول ان بوش هتوقف لك اهم واحد في اول مكان، ينفع تتخيل ده؟ وساعتها بوب هتبقى بتمشي اهم واحد اللي هو في اول مكان. تقدر تتخيل ده، بس هو في الحقيقه مش كده. يعني نقدر نقول ان البريوريتي كيو ده يا شباب عامل زي الكيو كده بالظبط. لو جيت قلت له بوش 3، الثلاثة واقف اول واحد، بوش 1 هيجي يقف بعده، بوش 5 هيجيب الخمسه يوقفها في اول مكان. وكأننا بنقول ان البريوريتي كيو ده بيسورت ديسندنجلي،
بيوقف من الكبير للصغير. في الحقيقة هو ما بيعملش كده، بس نقدر نتخيله بيعمل كده عن طريق استخدامنا للفانكشناليتي بتاعته. يعني لو انت مش هتبيلد بريورتي كيو وهتستخدم اللي موجود ده، تقدر تتخيله array sorted من الكبير للصغير، لكن هو في الحقيقة مش كده، بس لما تيجي تستخدمه ينفع تستخدمه على انه كده. حد مش فاهم النقطة دي؟ يعني النقطة اللي عايز اتكلم فيها، هل البريورتي كيو حاطط array جواه وبيعمل لها سورت من الكبير للصغير؟ لا، ما بيعملش كده، بس انت تقدر تتخيله على انه كده وهيبقى صح معاك. ده السؤال الثالث دايما كنت بقول لكم في الاس تي ال، اللي هو هاو داز ات ورك، هو بيعمل ده ازاي؟ وقلت لكم ده السؤال الاقل اهميه وهنقوله في الاخر، بس الاول يهمنا نبص للثلاثه فانكشناليتيز اللي على الشمال دول وهم الاهم. عايز اضيف حد في الكيو بوش، عايز اشيل اهم واحد في الكيو بوب، عايز اعرف مين اهم واحد في الكيو توب. اتفضل يا عبد الرحمن. طب باشمهندس، واحنا كده لو عايزين ريفرس الكيو عندنا طريقه غير ان احنا نقلب الفاليوز نيجاتيف ولا لا؟ تريفرسه ازاي؟ يعني تريفرسه يعني اخلي بعد ما عملت انسرت عايز تقلبه حالا، ولا عايزه يبقى شغال من الصغير للكبير؟ عايزه يبقى شغال من الصغير للكبير. عندنا ثلاث طرق، ابسطهم ان انت تضرب في نيجاتيف 1. ابسط واحده فيهم انك تضرب في نيجاتيف 1، ودي الموست كومن في الكومبيتيشنز، ان احنا بنضرب في نيجاتيف 1 واحنا داخلين ونضرب في نيجاتيف 1 واحنا خارجين. تمام. حد عنده سؤال؟ طيب تعالوا نجرب كده كود شويه. هنعمل priority queue of n ده، لما اجي compile هيقول لك مش عارف مين priority queue ده. تمام، فهو موجود في library بتاعت ال queue. تمام، حلو، تعالوا نجرب كده. اقول له مثلا priority queue push 2، priority queue push 5، سي اوت كده. قول لي مين اكبر واحد في priority queue دلوقتي. سي اوت priority queue top، compile ورن، فقال لي الخمسه. طب لو جيت هنا قلت له priority queue dot pop، مشي اهم واحد وقول لي مين اهم واحد تاني، يعني مين الأهم دلوقتي؟ كومبايل ران، هيقول لك الاثنين. بس ده اللي احنا عايزينه، ان دايما البريورتي كيو لو سألته مين التوب هيقول لك مين أكبر واحد في البريورتي كيو. قلت له بوب هيقول لك هيمشي أكبر واحد في البريورتي كيو، وهكذا. داتا ستراكشر بسيطة خالص، بسيطة خالص. دايما في الحاجة في كيو الستاك والبريورتي كيو، اهم حاجه بس انك تقفش اليوز كيس، انك تاخد بالك ان المساله دي شكلها كده بتقول ان دي ده وصف البريورتي كيو، ده وصف الكيو، ده وصف الستاك. تمام، حد عنده حد عنده سؤال او مشكله؟ لا تمام. لا تمام يا باشمهندس. جميل. طيب
تايم كومبلكسيتي. اوف 1 لا للأسف مش اوف 1، اوف ان مش اوف ان، لوج ان هي اللي باقيه. طيب خلونا اقول لكم او اشرح لكم الاول احنا ازاي نقدر نعمل بريورتي كيو ومنه نستنتج التايم كومبلكسيتي. احنا عندنا ثلاثه فانكشنز طبعا، سايز وامتي واوف 1 دايما في اي حاجه، حاجات الاس تي ال يعني دايما بيكون اوف 1 وموجودين في كل الاس تي ال، مش محتاجين نتكلم فيهم. فتعالوا نشوف ازاي نبني بريورتي كيو، ازاي نعمل بريورتي كيو، بعد كده نستنتج منه الثلاثه اوبريشنز دول بيتعملوا في تايم كومبلكسيتي قد ايه. طيب عشان نعمل بريورتي كيو، هو مفيش داتا ستراكشر اسمها بريورتي كيو في الـ في الـ في, الـ في كورس داتا ستراكشرز. البريورتي كيو ده رابر مغطي داتا ستراكشر ثانيه. طيب مين فيكم يسمع عن حاجه اسمها بي اس تي باينري سيرش تري؟ انا سمعت عنه. البريورتي كيو معمول بنوع تاني من التريز او الاول خلونا نقول ايه مميزات الباينري سيرش تري دي. ان اقدر اجيب اي نود في لوج ان. جميل. ايه شرطها؟ يعني ايه البروبرتي اللي دايما الباينري سيرش تري بتحاول تحافظ عليها عشان تقدر تجيب لك اي حد في لوج ان بعد كده؟ انه سورتد. هي مش تري عشان تقدر تقول عليها سورتد. اسف، هي مش اري عشان تقدر تقول عليها سورتد. هي مش لينير عشان تقدر تقول عليها سورتد. ان كل فاذر الشايلد بتاعه اصغر منه تقريبا يعني، او حاجه زي كده. حاجه زي كده ماشي. سيبها على جنب لان هي موضوعنا اصلا النهارده برضو في السيشن هنتكلم فيها كمان شويه، وخليها اكلمك عن حد تاني نقارنه بيه. عندنا تري تانيه او نوع تاني من التريز اسمه ماكس هيب تري. اسمعوا عنها دي؟ لا. تعال احكي لكم حكايه تانية كده على جنب ونرجع لده. يعني ايه جراف؟ جراف يعني شويه نودز، شويه دوائر كده بتعبر عن اوبجكتس ومتوصله ببعضها بإجات، دوائر متوصله بخطوط، ده اسمه جراف. اول ما تشوف قدامك دوائر متوصله بخطوط فده اسمه جراف. انا كده عرفتك يعني ايه جراف. في سبيشال كيس من الجراف اسمها تري. يعني التري هو سبيشال كيس من الجراف. امتى نقول على الجراف انه تري؟ يعني كل التريز هي جرافس اصلا والعكس لا. لو كان الجراف بتاعك كل اتنين نودز تقدر توصل لهم بطريق واحد بس، يعني تقدر تروح من واحدة للتانية بطريق واحد بس، بنسميها تري. يعني الجراف ده كده جراف تمام. لو شلنا الايدج، خليني ما امسحهاش اعلم عليها، لو شلنا الايدج دي هيبقى اسمه تري، هيبقى سبيشال كيس من الجراف. ايه اللي خلاه كده؟ ان لو شلنا الايدج اللي انا علمت عليها بالاحمر دي وقلت لك عايز اتحرك من النود دي، من المدينه دي اوصل للمدينه دي، في كام طريقه اروح بيها من المدينه دي للمدينه دي وما امشيش على نفس الايدج مرتين؟ مفيش غير الطريق ده. ايه
مفيش غير الطريق ده، ولو مسكت اي اتنين نودز في الرسمه اللي احنا رسمينها دي مش هتلاقي بينهم غير طريق واحد بس. ده سبيشال كيس من الجراف اسمها تري. تمام؟ ايه كمان عندنا سبيشال كيسز من التري؟ بيقول لك لو كل واحد في التري كان عنده at most two children او two neighbors، بنسمي دي باينري تري. هنا لو بصيت على كل دايره من الدوائر هتلاقي خارج منها تحتها at most اتنين children، عندها at most عيلين، واحد او اتنين او صفر. اللي تحت خالص دي مثلا ما عندهاش children خالص، فبنسمي دي binary tree. يعني ايه binary؟ يعني binary باي اصلا يعني اتنين، فباينري يعني tree binary، كل واحد عنده at most two children. حلو. يعني انا دلوقتي اقدر اترجم كلمتين من النوعين بتوع التريز اللي احنا اتكلمنا فيهم دول. قلت لك احنا عندنا حاجه اسمها باينري سيرش تري، باينري وسيرش وتري. المفروض انت دلوقتي فاهم يعني ايه باينري ويعني ايه تري. باينري وتري اللي في باينري سيرش تري، تري يعني جراف بس فيش سبيشال كيس، وباينري يعني سبيشال كيس من التريز كمان ان كل نود عندها ات موست عيلين، تو تشيلدرن. طيب من الباينري تريز دي ممكن نقسمهم تقسيمات كتير، طبعا هو دول مش اتنين بس، في تقسيمات هنا كتير. الباينري كمان ممكن نقسمهم ونفرعهم تفريعات كتير، منهم السيرش تري اللي هي يبقى عندنا الثلاث كلمات دول مع بعض اللي هم باينري سيرش تري وتتوصف بثلاث كلمات، وعندنا حاجه اسمها هيب تري. والهيب دي في منها نوعين ماكس ومن. طيب انت عايز تقول ايه؟ احنا دلوقتي في وضعنا ده عايزين نتكلم عن حاجه اسمها الماكس هيب باينري تري، عايزين نعرف ده يعني. طيب بيقول لك ان الماكس هيب تري، ما بنقولش باينري يعني اختصارا، الماكس هيب تري عندها بروبرتي دايما بتحاول تحافظ عليها، عندها بروبرتي دايما بتتحقق فيها، زي ما قلنا ان كل واحده من دول سبيشال كيس من اللي فوقها. طب الهيب تري دي هي باينري، يعني كل نود عندها تو تشيلدرن ات موست، ممكن يكون في نود عندها واحد، في ممكن يكون في نود عندها صفر. طيب الهيب تري او الماكس هيب تري ايه البروبرتي بتاعتها؟ ان كل نود اكبر من التو تشيلدرن اللي تحتها. يعني لو مكتوب في النود دي خمسة ودي سبعة، لازم اللي فوق تكون تمانية أو تسعة أو عشرة أو حداشر وانت طالع. كل نود أكبر من ولادها الاتنين، يعني دي لازم تكون على الأقل تمانية، ولو أنت عايز تسمح بالدوبليكتس ينفع تبقى سبعة، فدي هنقول على الأقل تمانية. يبقى تاني لما اقول لك انا معايا تري ماكس هيب، تفهم منها ايه؟ ان دايما اول ما هرسمها لك كل ما تبص على نود وتبص على عيالها الاثنين هتلاقي ان النود اللي فوق اكبر من عيالها الاثنين، والمين هيب بالعكس كل نود اصغر من عيالها الاثنين. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد مسقط؟ اعيد حاجه؟ لا تمام. يعني هنا ينفع نحط اتنين وينفع نحط واحد، هنا ينفع نحط ستة ونحط هنا صفر عادي، وناخد بالنا ان الستة دي اكبر من الخمسة دي، قشطة مفيش مشكلة. انا ما قلتلكش علاقة بين حد وعمه، الخمسة دي تعتبر عم الستة، ما قلتلكش ان في علاقة، بس العلاقة دايما ان اي حد اكبر من عياله الاتنين، ملوش دعوة بعيال غيره.
كل واحد اكبر من عياله الاثنين. هل التري اللي قدامنا دي valid max heap tree؟ اه حد كده مش فاهم يعني ايه max heap tree؟ احنا مش هنبيلد التري، مش هنعمل داتا ستراكشر، مش هنروح نكتب داتا ستراكشر، هي معموله جاهزه. بس انا بقول لك ازاي البريورتي كيو شغال عشان نعرف نستنتج التايم كومبلكستي صح ونبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. حد مش فاهم يعني ايه ماكس هيب تري؟ لا تمام يا باشمهندس. جميل. طيب خليني اقول لك سريعا كده واحنا في الصفحه دي يعني ايه باينري سيرش تري. الباينري سيرش تري بتحافظ على بروبرتي ثانيه غير الماكس هيب تري خالص. ايه هي؟ بيقول لك ان كل نود اكبر من اللي على شمالها واصغر من اللي على يمينها. كل نود في الباينري سيرش تري دي اسمها باينري سيرش تري، اللي على الشمال اسمها ماكس هيب تري. كل نود في الباينري سيرش تري اكبر من اللي على شمالها واصغر من اللي على يمينها. يعني لو في هنا خمسة وهنا سبعة، اكتب ايه فوق؟ تمام. ما ينفعش غير ستة. ستة. لازم رقم اكبر من اللي على شمالها واصغر من اللي على يمينها، ما ينفعش غير الستة. ينفع اكتب هنا واحد، هنا عندنا مشكلة، يعني لو في تكرار هكتب ستة، لو مفيش تكرار يبقى مفيش أصلا النود دي، النود اللي هي دي. يعني لو التري ينفع يكون فيها تكرار، أنت اللي بتاخد السيشن ده، مش يعني هو مش حاجة في الداتا ستراكشر، أنت اللي بتقرر وأنت بتعمل الداتا ستراكشر عايز تسمح بالتكرار ولا لأ. لو إحنا بنسمح بالتكرار ينفع أحط هنا ستة. ليه؟ عشان لازم أحط قيمة أكبر من الخمسة دي، لأنها على يمين الخمسة، لازم تبقى أكبر من الخمسة. السبعة دي ينفع احط على شمالها ستة لو انا بسمح بتكرار، واحط على يمينها اي حاجة، مية، اي حاجة اكبر من السبعة. تاني، البروبرتي اللي الماكس هيب تري، اسف، اللي الباينري سيرش تري بتحافظ عليها، ان كل نود اكبر من كل اللي على شمالها واصغر من كل اللي على يمينها. ينفع تقول اكبر من او تساوي واصغر من او تساوي لو انت عايز تسمح بالتكرار. مش عايز تسمح بالتكرار هنقول اكبر من اللي على شمالها واصغر من اللي على يمينها. ملهاش اي علاقه بالماكس هيب تري، الوضع مختلف تماما. الماكس هيب تري ما قالتش كده خالص. الماكس هيب تري قالت ان كل نود اكبر من عيالها الاثنين. حلو. كل واحدة فيهم الطريقة أو البروبرتي اللي هي بتحافظ عليها هتديك شوية فيتشرز، شوية فانكشناليتي نقدر نستفيد بيها. يعني اللي على الشمال دي هنستفيد بشوية حاجات من رسمتها دي، اللي على اليمين دي هنستفيد بشوية حاجات من رسمتها دي. طيب سؤال الأول، خلاص يعني عايزين بقى نقر حقيقة إن البريورتي كيو معمول بماكس هيب تري. بروتي كيو معمول بماكس هيب تري اللي على الشمال دي. طيب عايزين نشوف البروتي كيو اللي عنده ثلاثه فانكشناليتيز، بوش وبوب وتوب، ازاي بيعملهم في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الماكس هيب تري دي. يعني لو انا معايا تري زي اللي قدامنا دي فيها الارقام اللي قدامنا دي، دي تري فاليد وكان في ليفل كمان تحت كده فاضي. وعايز اضيف حد في التري دي، ايه الالجوريثم اللي التري بتشتغل بيه عشان تفضل تحافظ على البروبرتي بتاعتها؟ دايما احنا عايزين لما نضيف تفضل البروبرتي متحافظ عليها، لما نمسح حد من التري تفضل البروبرتي متحافظ عليها دايما، سواء كانت اي حاجه، ايا كانت الداتا ستراكشر، سواء كانت ماكس هيب تري او باينري سيرش تري، دايما احنا
اي اوبريشن لازم تحافظ على البروبرتي الاساسيه بتاعت النوع ده من التريز. طب انا عايز اضيف حد في التري دي، وليكن عايز اضيف ثلاثة، عايز انسرت ثلاثة في التري دي، ايه الطريقة اللي انسرت بيها الثلاثة وحافظ على البروبرتي بتاعتها؟ لك طريقة بسيطة، هات اول نود فاضية في التري من فوق لتحت ومن الشمال لليمين، امشي من فوق لتحت كده ومن الشمال لليمين، شوف مين اول نود فاضية ما فيهاش حاجة ينفع انسرت فيها، مين اول نود فاضية؟ النود دي، انسرت فيها القيمة اللي انت عايزها، انسرت التلاتة. تعال نحط حد غير التلاتة، تعال انسرت سالب تلاتة، حط سالب تلاتة، حطيت سالب تلاتة، هل السالب تلاتة دي بتبريك البروبرتي بتاعت الماكس هيب تري؟ يعني هل بعد ما حطينا السالب تلاتة التري اللي قدامنا دي valid max heap tree ولا باظت؟ تمام، لا مظبوط، تمام، لا تمام، تمام. ليه؟ لان هي لو هتعمل مشكله هتعمل مشكله مع مين؟ مع اللي فوق، بس هي مش عامله مشكله لان هي فعلا اصغر من البيرنت بتاعها، اصغر من الاثنين. طب تعالى انسرت وليكن اربعه، هنعمل ايه؟ امشي من فوق لتحت ومن الشمال لليمين، اول نود فاضيه تقابلك روح انسرت فيها، هنروح ننسرت في النود دي، نحط الاربعه، هل محافظين على البروبرتي ولا ضربت؟ ضربت. قال لك بقى تشيك، لو النود لو الفاليو اللي انت لسه عامل لها انسرت دي اكبر من البيرنت بتاعها اعمل لها سواب مع البيرنت، يعني الاربعه دي بعد ما حطيناها هنا هبص الاقيها اكبر من الاثنين اللي فوقها، اروح اعمل لهم سواب مع بعض، فالاثنين تنزل تحت والاربعه تطلع فوق. هل دلوقتي ظبطت؟ حلو، ظبط، بقت فاليد ماكس هيب 3. طب تعالى بقى للكبير، تعالى انسرت 15 او 10، هنعمل ايه؟ شوف اول مكان فاضي، هي النود دي اول مكان فاضي، انسرت فيها، عملت انسرت ال10، هل كسرنا الماكس هيب 3؟ كسرنا. عرفت منين ان ال10 اكبر من الواحد؟ اعمل ايه؟ سواب ال10 مع الواحد، سواب ال10 مع الواحد وتشيك من عند ال10، هل العشرة أكبر من البيرنت بتاعها؟ سواب العشرة مع الخمسة. خمسة تحت هنا والعشرة تطلع هنا. هل العشرة أكبر من البيرنت بتاعها؟ سواب العشرة مع الثمانية. هل البروبرتي متحققه؟ مفهوم كده؟ الالجوريثم الانسرشن بسيط خالص، هات اول مكان فاضي انسرت فيه، ووايل ان هو اكبر من البيرنت سوابه مع البيرنت، وروح تشيك من مكان البيرنت، اكبر من البيرنت سواب، اكبر من البيرنت سواب، وافضل يطلع لفوق لفوق لفوق. طب ازاي ده لوك ان؟ ايه؟ ازاي ده لوك ان؟ ازاي ده لوك ان؟ انا سعيد ان انت سالت السؤال ده، واضحه جدا ان قول لنا واضحه ازاي يعني. هي لو كانت ان كانت المفروض هتعدهم كلهم، اما لوك ان انت طلعت انت عملت بس العمليه دي ثلاث مرات بس. حلو، احنا عندنا كام نود في الرسمه دي بالفاضي؟ يعني عد الفاضي كمان، عندنا فوق واحد واثنين تحته يبقى تلاتة، واربعة يبقى سبعة، واللي تحت الاربعة تمانية، يبقى 15 نود. انا عايز
انسرت ال 10 لما كنت عايز انسرت ال 10 في ال 15 نود دول، عملت كام كومباريزون يا احمد يا حسام؟ ثلاثة. طب هل انت عارف مقتنع ان الثلاثه دي هي الورست كيس؟ أيوه طب ايه؟ تمام. الفكره يا شباب ان اكبر عدد مقارنات ممكن تعمله في الورست كيس في الماكس هيب 3 دي هو ارتفاع التري، صح؟ انا دايما بقارن نفسي مع البيرنت مع البيرنت مع البيرنت، فانا بطلع ارتفاع التري مش بمشي في التري كلها. يعني مثلا لما جيت انسرت ال 10 هنا مستحيل اروح اقارنها مع ده مثلا. ليه؟ انا دايما ببص على البيرنت بتاعي طالع ليفل باي ليفل ليفل باي ليفل، فبمشي ارتفاع التري. طب من مميزات اي باينري تري، دي معلومه، اي باينري تري ارتفاعها هو لوج عدد النودز اللي فيها. الهايت في اي باينري تري بيساوي لوج ان. الكلام ده بيمشي على الماكس هيب تري وبيمشي على الباينري سيرش تري، ان ارتفاعها لوج عدد النودز اللي فيها. كنا اتكلمنا في الموضوع ده ساعه التايم كومبلكس اناليسيس، كنا رسمنا تريز شبه دي وقعدنا نقول ليه لوج، لان كل ما بتنزل بتضاعف عدد النودز، فالارتفاع هو لوج السايز، او السايز هو 2 باور الارتفاع. هي هي حد مش مقتنع او مش فاهم ليه الانسرت في الورست كيس او اوف لوج ان، اللي هي عندنا هنا اسمها بوش او اوف لوج ان في الورست كيس، حد عنده مشكله في الكلام ده او مش فاهمه؟ جميل، دي البوش. طيب البوب، عايز امسح بوب هنا، خليكم فاكرين بوب بتمسح اكبر واحد في التري، او الاول خلينا نجيب السهله توب. لو انا عايز اعرف مين اكبر واحد في التري الاقيه فين؟ فوق خالص، فوق خالص، فوق اوف 1. اقدر ارد على مين الماكس؟ فوق اوف 1. تمام، يعني توب دي بنرد عليها فوق اوف 1. بعد كده بوب بقى الاوبريشن الثالثة، عايز امسح اكبر واحد في التري، اعمل ايه؟ اروح لفوق واحذفه، وبعدين اروح مطلع اكبر واحد من اللي تحت. حلو، يعني ينفع اشرح كده، بس لو انت حاولت تمبلمنت ورايا، يعني انت جيت بعد سيشن كده قلت اما اعمل الداتا ستراكشر دي وعملت كلاس وقعدت تمبلمنت، هتلاقي الموضوع صعب. هقول لك بالطريقه اللي بنمبلمنت بيها فعلا. هقول لك عشان اسواب مع التشايلد الكبير لحد ما اوصل للاخر تحت وامسح. لا ده هيعمل مشكله، هيسيب حاجه اسمها بابل في النص. يعني ينفع تحلها بحاجه تانية، بس يعني خليني اقول لك ابسط امبلمنتيشن ممكن تبقى تشتغل بيه من غير ما نكتب كود. بتسواب مع اخر تشايلد في التري، اللي لو جبت انسرت هتنسرت من بعده، اللي هو في التري بتاعتنا دي الواحد اللي تحت خالص ده، سواب العشرة معاه، فالواحد هيطلع فوق، فوق اوف 1 كده، يعني مش هننزل خطوه خطوه، لا على طول هسواب الكبير بتاع التري الروت بتاع التري مع اخر واحد موجود في التري، وبعد كده امسح العشرة من تحت، كاني بقول لك هطلع الواحد فوق، اجيب اخر واحد اطلعه فوق، وبعد كده بالانس من فوق لتحت. يعني ايه؟ امسك الواحد ده نقول له هو انت اكبر من عيالك الاثنين؟ هل انت بتحقق الماكس هيب 3 بروبرتي؟ لا مش بيحقق. اعمل ايه؟ سوابه مع الماكس في ولاده الاثنين. فهنسوابه مع الثمانية. الثمانية تطلع فوق والواحد هينزل تحت، وانزل مع الواحد. انت اكبر من عيالك الاثنين؟ لا، سواب مع الماكس في عياله الاثنين. فالخمسة تطلع فوق
والواحد هينزل تحت وخلاص ما بقاش عنده تشيلدرن ولاده فاضيين. طب ليه عملت كده؟ ليه طلعت الواحد فوق ورحت عامل الحوار ده؟ عشان كاني بفضي تري من اخرها، مش عايز افضي من هنا مثلا، مش عايز اسيب بابل في النص. ما علينا، مش دي مشكلتنا خالص. في الاخر خالص الورست كيس بتاعت البوب هتكون تايم قد ايه؟ لوج لين لوج ان برضه، وانا ببوش طلعت من تحت لفوق، وانا ببوب هطلع هنزل من فوق لتحت نفس الارتفاع، مش همشي على كل النودز، انا همشي بالظبط على ارتفاع التري في الورست كيس. طبعا في كيسز كتير مش هتمشي ارتفاع التري كلها، اللي هو عايز تبوب مثلا دلوقتي او ما علينا، يعني انتوا متخيلين اللي هو انا عايز ابوش دلوقتي مثلا سالب 5، فاروح حاطط السالب 5 تحت هنا ومش هتتحرك من مكانها فوق اوف 1. بس طبعا مش بنقول كده، بنقول ان التايم كومبلكس بتاعت البوش لوج ان، والتايم كومبلكس بتاعت البوب لوج ان. تمام، حد عنده مشكله في الكلام ده؟ لا تمام. بس ده ازاي البريوريتي كيو شغال؟ شغال من جواه بتري. طب هل انت شايف التفاصيل دي كلها؟ عشان دي نقطه بقى مهمه. انا عن نفسي كنت حضرت سيشن لحد قبل كده كنت فاهم اس تي ال، بس ما كنتش عارف التفصيله دي، يعني ما كنتش سمعتها، كنت اول مره اسمعها وما كنتش حاضر اللي هو يعني ما علينا، يعني سيبكم من التفاصيل. اللي هو انا كنت قاعد بسمع السيشن حاسس ان الناس اللي قاعدين مش فاهمين، وفعلا جم شكوا لي بعد السيشن احنا مش فاهمين. ليه؟ هم كانوا فاكرين ان هي دي المشكله، يعني مشكلتنا مع الماكس هيب تري نفسها. لا خالص، انت مش شايف ده اصلا. احنا عندنا بريورتي كيو في السي بلس بلس معمول جاهز ومخبي جوه دي. انا بس شرحت لك ده عشان تبقى فاهم هو شغال ازاي، بس هل انت محتاج تقعد تفكر في تفاصيل؟ خالص. دي النقطه اللي كنت قلتها في اول سيشن، في اول سيشن في الاس تي ال، ان اجابه ازاي الداتا ستراكشر شغاله دي اقل اهميه في السيشن. انت في الاخر خالص عندك ايه؟ عندك بوش، بتعمل ايه؟ بتدخل حد في الكيو، بوب بتمشي اكبر واحد في الكيو، توب بتقول لك مين اكبر واحد في الكيو. ينفع تتخيلهم، تنسى خالص ان في تري والكلام الجميل ده، تتخيلهم طابور بس فيه كوسه، فيه محسوبيه، في واحد معاه جنيه جه وقف في الطابور، جه بعد واحد معاه 5 جنيه هيقف قدامه، جه واحد معاه 2 جنيه هيقف ما بينهم. ينفع تتخيله كده؟ ليه؟ لان البريورتي كيو مش بيسمح لك غير انك تعرف مين اكبر واحد، فكانه بيقول لك مين اول واحد في البريورتي كيو. بس هو في الحقيقه البريورتي كيو مش لينير اصلا، يعني هو في الحقيقه مش كده، مش اري وناس واقفه ورا بعضها. هو بيسيميوليت البروبلم بتاعت اري وناس واقفه ورا بعضها، بس ازاي هو بيحل ده من جوه؟ نون لينير داتا ستراكشر بتري. مفهوم قصدي؟ فاهمين قصدي في الحته الاخيره دي؟ اللي هو ينفع تتخيله انه كيو بس في محسوبيه، بس هو في الحقيقه مش معمول بكيو اصلا، ومش معمول زي ما الكيو بيتعمل. مفهوم؟ تمام. جميل. حد عنده اي سؤال كده؟ لا تمام. طب عندي سؤال، هو انا لو عايز، او سيبك من عايز دي، هو دلوقتي ايه احسن؟ عايزين مقارنه كده، حد فيكم يقارن لي بين سورت وبين البريوريتي كيو. مين فيهم يقدر يعلم على التاني؟ اتفضل. يعني البريوريتي كيو انها كومبلكستي لوج ان. طيب فكر تاني في الكلام اللي قلته ده. هي البروبريتي ما علينا، يعني اللي هي الكيو دي احسن. ليه؟ عشان هي لما تيجي تضيف كل الاليمنت هتبقى لوج ان في لوج ان، اما السورت بتبقى هي ان في لوج ان، لان انا لوج ان كان مرات. هي ان في لوج ان، اما الثانيه تبقى ان سكوير. بص
يعني عشان الغلطه دي مشهوره جدا، سمعتها في تقريبا معظم الناس اللي شرحت لهم السيشن دي بيغلطوا الغلطه دي. يقول لك بروتي كيو احسن ليه؟ انه بيسورت في لوج ان. لا هو مش بيسورت في لوج ان، ده هو بيسورت الاليمنت الواحد في لوج ان، بيحط الاليمنت الواحد في مكانه في لوج ان. لو انا عندي 100 اليمنت 100 في لوج ان، تمام؟ فهو مش يعني حرفيا، والله انا فاكر في سيشن من السيشنز حد جه بيقول يا كوتش ده كده احنا ممكن نعمل الجوريزم سورتنج في لوج ان عن طريق البريورتي كيو. لا مفيش ده خالص، بل تعال ازود لك نقطه كمان، ان اصلا مفيش ده، العقل ما يقبلش ده، العقل ما يقبلش سورتنج الجوريزم في لوج ان. يعني ما تستناش حد يجي يقول لك في يوم من الايام احنا هنعمل سورتنج الجوريزم في لوج ان. ليه؟ هل نقدر نسورت حبه ارقام من غير ما نعدي عليهم، من غير ما نعرفهم؟ فاهمين سؤالي؟ هل ممكن نتخيل في يوم من الايام حد يعمل الجوريزم بيسورت ارقام من غير ما يشوفهم، من غير ما يعدي عليهم كلهم؟ لا. يبقى اتليست اوف ان. ما ينفعش تقول لي في يوم من الايام هعمل سورتنج الجوريزم اقل من اوف ان. ليه؟ لانك اوف ان دي انا هديهم لك اصلا في اوف ان، يعني هحط الارقام في الداتا ستراكشر او في الالجوريزم اللي انت عملته في اوف ان، فمفيش حاجه اقل من اوف ان، خلينا متفقين. طيب نعيد بقى السؤال تاني، حد يقارن لي بين السورت والبريورتي كيو؟ السورت تبقى ان سكوير كيو لا يبقى سورت يا ان شباب لوج ان. بقى احنا ايه، احنا ان لوج ان وان لوج ان اتنين نفس الكومبلكسيتي، الاثنين نفس الكومبلكسيتي. طيب امتى استخدم سورت وامتى استخدم بريورتي كيو؟ لو عايز ابوب اليمنت ولا ينفع عادي؟ ما مش فارقه. لو إيه؟ هو انا شايف ان البريورتي كيو هتبقى افيد لو انا هبقى عايز الارقام على طول مترتبه بالظبط. انا معايا شويه ارقام هضيف فيهم حد وعايزهم يفضلوا مترتبين. السورت مش كده، السورت انت معاك اري اعمل لها سورت بقت سورت، ضفت رقم لازم تعمل لها سورت تاني في ان لوج ان. فاهمين؟ عشان تضيف رقم في array sorted هت resort في n log n، عشان تضيف رقم في priority queue هتعمل له insert في log n بس. فكأنك بتقول لو الداتا اللي معاك بتتغير وبتشيل منها وبتضيف فيها، بتشيل اكبر واحد وبتضيف ناس، هتفضل تضيف وتسأل مين الكبير، اضيف واسأل مين الكبير دلوقتي، طب مين الكبير دلوقتي، طب مين الكبير دلوقتي. فالبريورتي كيو هو احسن واحد يعمل لك ده. لو مجرد بس عايز ترتبهم من الكبير للصغير، لا السورت احسن. التايم كومبلكسيتي زي بعض، بس كونستانت تايم بتاع السورت اقل بكتير من الكونستانت تايم بتاع البريورتي كيو. ده لو انت عايز تسورت بس، يعني معاك اري هديك اري عايزك تطبعها لي من الكبير للصغير زي ما هي بالظبط، هتعمل ايه؟ لا سورت، خدها في اري واعمل لها سورت، ما تاخدهاش في بريورتي كيو وتطبعها. مفهوم؟ طب باشمهندس، هي السورت الكونستنت تايم بتاعها اقل عشان البريورتي كيو مش نون لينير، ولا ده في الالجوريزم اللي هم بيسورت بيه الفانكشن بتاعت السورت التايم بتاعه اسرع؟ احنا ممكن نقعد نرص اسباب كتير، منهم السبب اللي انت قلته ده، ان البريورتي كيو شغال بحاجه نون لينير وشغال بداتا ستراكشر وتريز وحوارات، ينفع تقول كده. زائد ان الكونستانت تايم بتاع الكويك سورت، سيبك بقى كمان من الانترودكشن سورت اللي كنا اتكلمنا فيه، لا الكويك سورت الكونستانت تايم بتاعه كالجوريزم اقل من الكونستانت تايم بتاع الهيب سورت اللي هو مبني على فكره الهيب تري. تمام تمام شكرا. جميل.
وخليك فاكر تاني نفس النقطه اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده، ان كل ما اديتك فانكشناليتي اكتر كل ما الكونستانت تايم كبر. السورت بتعمل ايه؟ بتسورت. البريوريتي كيو لا، فيها فانكشناليتي فانكشناليتيز اكتر. البريوريتي كيو ينفع يشيل حد ويضيف وتفضل سورتد، لا في فانكشناليتي اكتر، يبقى اكيد الكونستانت تايم اكبر في معظم الاحيان يعني. حلو، حد عنده سؤال كده في البريوريتي كيو ده؟ حد عنده سؤال في الماكس هيب تري؟ جميل. طيب عندنا داتا ستراكشر ثانيه، نرجع بقى للسؤال، انا كنت ناسي ان احنا ما قلناش بريوريتي كيو، نرجع بقى للسؤال ده. طب ما فيش سؤال على حسام جاوب على السؤال؟ في سؤال على البريوريتي كيو؟ ايه؟ فيش سؤال على البريوريتي كيو؟ في الاساينمنت، بس هو ابسط من ان احنا نقعد نحل عليه سؤال دلوقتي يعني. تمام، بس الاسئله فيه مش على البريوريتي كيو بقى، يعني مش بالتست انت عارف بريوريتي كيو ولا لا، لا بالتست انت هتعرف تستنتج ان المساله دي تتحل بريوريتي كيو ولا لا، فاهمني؟ يعني المسائل مش هتبقى مباشره قوي بقى، بس خليك فاكر امتى بحتاج بريوريتي كيو في المساله بتاعتي. ايه هو البريوريتي كيو؟ بيعرف يسبورت ايه؟ بيعرف يقول لك في اي وقت مين اكبر واحد في شويه ناس بسرعه في لوج ان، يقدر يقول لك في اي وقت تضيف حد في شويه ناس ويقدر يحافظ برضو على نفس المعلومه مين اكبر واحد، يقدر في اي وقت يشيل اكبر واحد وتعرف مين تاني اكبر واحد عن طريق انك تشيل اكبر واحد يعني. جميل. لو حد انترستد في الداتا ستراكشرز وحابب يمبلمنت حاجه زي كده فقشطه، ممكن يمبلمنت، واعتقد هتلاقوني حاطه على جيت عندي، حاطط امبلمنتيشن يعني للهيب تري، بس انت مش هتحتاج تمبلمنته في مسابقه ابدا تقريبا يعني. مش هو ابدا مش هتحتاج تمبلمنت هيب تري في مسابقه ابدا يعني. زائد في فاريشنز منه بتخلي واحده من التو اوبريشنز بوش او بوب تبقى اوف 1. لو حد انترستد يروح يدور على حاجه اسمها فيبوناتشي هيب. احنا عندنا هنا البوش لوج ان والبوب لوج ان، ينفع اخلي واحده فيهم لوج اوف 1 والثانيه تفضل لوج ان زي ما هي. ازاي؟ بحاجه اسمها فيبوناتشي هيب. لو حد انترستد يروح يدور، محدش انترستد ولا كانك سمعت حاجه. جميل. السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هديك شويه كلمات، اسف، هي كلمه، اديك كلمه وعايزك تقول لي هي بانجرام ولا لا. يعني ايه بانجرام يا عم؟ قال لك الكلمه اللي فيها كل الحروف بتاعه اللغه، فيها 26 حرف من A ل Z. فاحمد حسام سالني قال لي طب هي حروف كابيتال وسمول؟ قلت له اه. قال لي طب هو الكابيتال والسمول بيعاملوا ان هم نفس الحرف؟ قلت له اه. قال خلاص انا همسك الكلمه اللي انت هتديها لي وهحولها كلها كابيتال او كلها سمول واروح ارميهم في ست. وهنا وقفت وقلت خلاص احنا كده يا شباب، هي دي الحاجه اللي احنا هنشرحها. ايه هي؟ الست. عندنا داتا ستراكشر جديده اسمها ست. تعمل ايه الست دي؟ الست دايما بتحافظ على بروبرتي ان الحاجات اللي جواها يونيك. مفيش تكرار في الست. لو جيت في الست ضفت فيها خمسه وضفت خمسه تاني فهي فيها خمسه واحده بس. طبعا مفيش الكلام ده في الفيكتور، مفيش الكلام ده في البريورتي كيو، مفيش الكلام ده في اي حاجه فاتت. دي اول داتا ستراكشر اقول لك ان هي دايما يونيك. ضفت فيها خمسه وضفت خمسه تاني هتفضل فيها خمسه واحده بس. طيب ايه كمان؟ ان الست سورتد، دايما سورتد او مش سورتد تقدر تمشي فيها بطريقه من الصغير للكبير. يعني تقدر تاكسس الاليمنتس اللي في السورت، اسف، اللي في السيت من الصغير للكبير، بس هي مش سورتد يعني لانها مش لينير. ما ينفعش نقول مصطلح سورتد ده على حاجه مش لينير. حلو، بس دول التو بروبرتيز اللي عندنا.
دول الحاجتين اللي اضمنهم لك دايما مع الست. طب ليه احمد حسام قال نحل السؤال ده بست؟ هيعمل ايه؟ اروح ارمي حرف التي، حرف الاتش، حرف الاي، حرف الكيو، حرف اليو، اي سي بي كي بي ار او دبليو ان وهكذا. اول ما يجي حرف موجود مر موجود قبل كده مش هيتضاف. انا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف هل ال 26 حرف كلهم موجودين ولا لا. فهرمي الحروف اللي في الكلمه كلها في ست، وهي هتفلتر التكرار، ولو طلع بعد الفلتره في 26 حرف يبقى تمام. هل ممكن يكون في اكتر من 26 حرف؟ مستحيل، مستحيل يكون في الست اكتر من 26 حرف ابدا. ليه؟ لان مفيش تكرار، مفيش حاجه بتتكرر. فات موست هيكون فيها 26 حرف. لو فيها اقل من 26 حرف يبقى في حرف ما ظهرش ولا مره بس. فدي كان ده حل المساله. مين حد مش فاهم السؤال المساله وازاي هتتحل بالست؟ احنا لسه ما قلناش الست فيها ايه وبتمشي بتعمل ده ازاي. بس حد مش فاهم الرابطه بين المساله والست؟ ان الست بتشيل التكرار. همسك الحروف واحطها في الست واسال الست في كام حرف، بعد ما احط كل الحروف في كام حرف عندك؟ لو قالت لي 26 يبقى كل الحروف ظهرت. لو قالت لي اقل من 26 يبقى في حرف او اكتر ما ظهرش، ومستحيل تقول لك اكتر من 26. حد مش فاهم السؤال؟ او الاجابه؟ جميل. طيب خلينا ندوس بقى شويه مع الست. تعالى كده نكتب هنا عندنا ست ان اسمها اس تي مثلا، موجوده في لايبرري اسمها ست. فيهاش بوش وبوب. اتفضل. سيت اوف كاركترز. لا لا احنا مش هنحل المساله، انا هجرب. مش هنحل المساله. السات ما فيهاش بوش وبوب. ما فيهاش بوش باك وبوب باك، لان ما فيهاش باك اصلا، هي مش لينير. طيب. السات فيها فانكشن اسمها انسرت، تاخد قيمه ترميها جوه السات. st.insert 5. فيها فانكشن اسمها سايز، بتقول لك السايز دلوقتي كام؟ سي اوت سيت دوت سايز كومبايل ران. فيها 1 element، فيها 5 بس الخمسه دي 1 element. طب لو جيت قلت لها سيت دوت انسرت 15 كومبايل وران 2، فيها 2 elements. لو جيت قلت سيت دوت انسرت 5 كمان، السايز المفروض يطلع ايه؟ انسرت السايز المفروض يطلع 2 زي ما هو، الخمسه الثانيه دي ما تتعملهاش انسرت، وده اللي حصل، الخمسه الثانيه ما تعملهاش انسرت. طيب انسرت لو تفتكروا ايه الفرق بين انسرت بتاعت الست وانسرت بتاعت الفيكتور؟ اعتقد دي هتاخد تايم كومبلكستي اكبر. لا 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 كيوسج، سيبك من التايم كومبلكستي. الثانيه كنت بستخدمها ازاي عشان انسرت حد في الفيكتور؟ بوش باك. كان لازم، لا فانكشن انسرت نفسها اللي في الفيكتور تبقى انسرت اندكس. كان لازم تقول له هتانسرت فين. كنا بنقول له فيكتور في دوت انسرت في في دوت بيجن بلس 2 مثلا القيمه 15، لازم اقول له هانسرت فين. انما السات لا مالكش دعوه، هي هتانسرت في المكان الصح، مالكش دعوه انت. تمام؟ فمش بتقول له مكان، لان هي بتانسرت في المكان المناسب، المناسب ليها كداتا ستراكشر، كنون لينير داتا ستراكشر. جميل. طيب سات دوت ايريز تاخد قيمه ما بتاخدش مكان، انت عارف الخمسه موجوده فين؟ لا مش عارف الخمسه موجوده فين، انت بس بتقول لها انا عايز امسح الخمسه وهي بتروح تمسحها. بتدور عليها وتمسحها. عكس اريز بتاعت الفيكتور، اريز بتاعت الفيكتور كنت بتروح تقول لها انا عايز امسح الحاجه اللي في المكان الثالث. لانك انت معاك مكان في الفيكتور،
في السيت معكش اماكن، انت معاك قيمه تقول لها انا عايز امسح الخمسه. فدلوقتي لو جينا نكومبايل ونرن تقول لك في 1 element بس، ازاي انا ضفت 5 و15 و5 ومسحت الخمسه؟ ما هي خمسه واحده اللي اتضافت، لما مسحتها اتمسحت. تمام، حلو. في فانكشن في السيت اسمها فايند، بترجع لك بوينتر على الحاجه اللي انت بتدور عليها. فانا بقى مثلا بقول لها فايند ال15، ترجع لك بوينتر، بوينتر ده او اتريتور بمعنى ادق يعني، سيت اوف انت نقطتين اتريتور اسمه مثلا اي تي. دي الداتا تايب، ده كله كده الداتا تايب بتاع البوينتر. بوينتر على السيت بيبقى دي الداتا تايب بتاعته، بوينتر على اليمنت في السيت يكون ده دي الداتا تايب بتاعته. طيب انا عايز اتاكد ان هو في 15، تعالى كده نسي اوت نجمة اي تي المفروض يطبع 15، كومبايل وران طبع 15 فعلا. طب لو ما لقاش، لو قلت له سي سيت دوت فايند الخمسه، مفيش خمسه اصلا دلوقتي في اللحظه دي، مفيش خمسه في السيت، هيعمل ايه؟ بيرجع لك سيت دوت اند. فلو انت عايز تعرف قيمه معينه موجوده ولا لا، هعمل ايه؟ هقول له اف اي تي الاتريتور اللي رجع ده كان ايكوال ايكوال سيت دوت اند يبقى نوت فاوند. إلس اطبع لي القيمه اللي فيه مثلا. كومبايل كده انا بقول له دور لي على الخمسه، فقال لي نوت فاوند مفيش خمسه. طب دور لي على ال 15، كومبايل وران طبعا على 15. يبقى تاني احنا كده اتكلمنا عن 1 2 3 4 فانكشنز في السيت، خمسه فانكشنز. انسيرت اديها قيمه تحطها هي في المكان الصح، اريز بديها قيمه تمسحها، فايند بديها قيمه تدور لي عليها وترجع لي بوينتر على المكان اللي لقت فيه القيمه دي. طب ممكن ما تلاقيهاش، ترجع لك سيت دوت اند اللي هو مكان انفاليد، مكان مش موجود، الاند ده بعد النهايه، مكان مش صح. فلو رجعت لك سيت دوت اند يبقى نوت فاوند. فلو انا مسالتي مثلا كنت بقول لك عايزك تسيرش في السيت، فمفيش فانكشن اسمها سيرش، او عايزك تقول لي قيمه معينه موجوده ولا لا، مفيش فانكشن اسمها كده موجود ولا لا، امال بدور عليه ولو رجع لي اند يبقى مش موجود، اذروايز يبقى موجود ومعاك مكان. مفهوم؟ جميل. في فانكشن كمان اسمها كاونت، بتاخد قيمه معينه وتقول لك موجوده كام مره، كاونت الخمسه. حد عايز يسال؟ ما هترجع 0 او 1 بالظبط، دايما هترجع 0 او 1. فتقدر تعتبرها باينري، تقدر تعتبرها اكزيست مثلا، كانها فانكشن بتقول لك هي موجوده ولا لا. هي حقيقة بترجع العدد موجود كم مرة، بس السيت ما فيهاش تكرار، فيا موجود صفر مرة يا موجود مرة واحدة. فلو أنت عايز تسيرش على حد، أنت ممكن ما تستخدمش فايند ودوت إند، تقول له بس سيت دوت كاونت الخمسة إيكوال إيكوال زيرو. لو مش موجودة ولا مرة يبقى نوت فاوند. فكده المفروض يقول لي نوت فاوند، لان مفيش خمسه في اللحظه دي، مفيش هنا اتريتور. طب هما ليه مسمينها كده؟ كاونت المفروض بتحسب اكتر من حاجه. نوت فاوند لو خليناها 15 هتبقى فاوند. ليه مسمينها كده؟ لانها بنفس الاسم موجودة في داتا ستراكشر تانية فيها تكرار. فزي ما تقول او او بي وايز، كأننا عملنا قلنا ان اي ست فيها فانكشن اسمها كاونت. لو كانت ست اللي ما فيهاش تكرار هترجع لك يا صفر يا واحد،
لو كانت سيت اللي فيها تكرار هترجع لك عدد، في سيتس تانية فيها تكرار عشان ما بقاش بشوقك، اسمها مالتي سيت، اسمها مالتي سيت. مالتي سيت زي السيت بالظبط، كل الكلام اللي انا قلته ده موجود في المالتي سيت بس في تكرار. فكاونت في المالتي سيت هتبقى بترجع لك هي موجوده كام مره. تمام. طب هو انا مش شايف اي يعني حاجه ممكن استخدم فيها المالتي سيت. لا في، هتقول لي ان ممكن استخدم ماب، انا عارف ده، بس لا يعني كونستانت تايم ممكن يكون اقل في المالتي سيت. جميل، حد عنده سؤال؟ حلو، يبقى insert erase find وcount وend وsize وempty هي فاضية ولا لا، وclear يعني فضيها. حلو، ما عندناش random access في الست. يعني ايه random access؟ يعني اقول له ما تجيب لي تالت element، ما فيش حاجة اسمها تالت element. يعني ممكن افضل insert في الست حاجات كتير واقول له مين التالت، ما فيش حاجة اقول له بيها مين التالت ده. تمام، مفيش سكوير براكتس بمعنى ادق، مفيش سكوير براكتس كده. سكوير براكتس دي كانت موجوده في الحاجات اللينير وهتبقى موجوده في الماب كمان شويه، بس مفيش في الستات سكوير براكتس، مفيش في البريورتي كيو سكوير براكتس، مفيش في الكيو سكوير براكتس، مفيش في الستاك سكوير براكتس. جميل، ايه كمان؟ ال باينري سيرش او السيت فيها فانكشن جواها اسمها upper bound و lower bound. يعني upper bound اللي بنعملها على الاري او على الفيكتور كانت upper underscore bound وبديها مثلا vector dot begin و vector dot end وبديها value بتروح تدور لك عليها تجيب لك اول حد اكبر من الفاليو دي. طب الست، الست فيها upper bound بس جواها، فبقول set dot upper bound على الثمانية مثلا، بترجع لك iterator. لو هو point يعني ما ينفعش استخدم الستاندرد الايه العادية؟ لا تمام، لان الست مش linear. upper bound ال global بتشتغل على linear data structures، السات مش linear. طب ما هي نفس الكومبلكسيتي بتاعت الفايند صح؟ اه بس فايند هترجع لك القيمه نفسها، فايند اللي فوق دي لو قلنا فايند الثمانيه هتقول لك الثمانيه اهي، upper bound على الثمانيه هتجيب لك مين اللي بعد الثمانيه. تمام، هي نفس الكومبلكسيتي بس الاوبريشن او اليوز كيس مختلف، استخدام مختلف. تمام جميل، نفس الفكره في لور باوند. لور باوند وابر باوند موجودين جوه السيت. طيب لو انت مش حابب تستخدم الاتريتور بالشكل ده، فمن اول سي بلس بلس 11 عملوا حاجه في السي بلس بلس اسمها اوتو، اوتو داتا تايب. لما بيكون في داتا تايب انت مكسل تكتبها والكومبايلر هيعرف يستنتجها لوحده بنكتب اوتو، والكومبايلر بيستنتج لوحده الداتا تايب ازاي؟ من على اليمين من الرايت هاند سايد. كومبايلر عارف ان فانكشن فايند بترجع اتريتور، فهو هيخلي الفاريبل اللي على الشمال نوعه اتريتور. انت اكس بتساوي 5 زائد 2، ينفع اقول له اوتو اكس بتساوي 5 زائد 2 وهو هيستنتج الداتا تايب ازاي؟ هيبص على اليمين هيعرف ان ال 5 زائد 2 دي 7 وال 7 ده انت، فهيخلي الاكس نوعها انت. ما ينفعش تعمل حاجه كده، مفيش حاجة اسمها اوتو اكس. حتى لو هتيجي بعده تقول له اكس بتساوي 2 ما ينفعش.
هتستخدم اوتو لازم يكون فيه في نفس السطر حاجه الكومبايلر يستنتج منها الداتا تايب. اي داتا تايب ينفع تعمل فيها كده؟ اوتو دي بيساوي 2.5، هو هيستنتج لوحده داتا تايب ان هي دبل وهكذا. ده من اول سي بلس بلس 11. لو انت جيت سبمت مثلا، رحت على موقع قديم فيه كومبايلر قبل 11، هتلاقي الحاجات دي بتضرب معاك. جميل، حد عنده سؤال؟ حاجه مش واضحه؟ اه باشمهندس، دلوقتي اللور باوند والابر باوند فانكشنز لو ما لقوش حاجه بيرجعوا ايه؟ بص خدها قاعده، السي بلس بلس ومعظم اللغات كده بيحاولوا يحطوا ستاندردز ليهم كده، حاجات ثابته. في السي بلس بلس ما لقاش يعني الاند دايما، اي داتا ستراكشر كده، اي جلوبال فانكشن كده، ما لقيتش هرجع لك الاند بتاع الحاجه اللي انت اديتها لي. فانت بتأبر باوند على الخمسه ومفيش حد اكبر من الخمسه هيرجع لك الاند. في حاجات بتأبر باوند على الخمسه ومفيش حد اكبر منها ويساوي الخمسه هيرجع لك الاند. ترجع السايز تي تقريبا، حاجه زي كده. ده هتلاقي الفانكشنز دي مش اس تي ال فانكشنز. فانكشنز السترنج هي اللي بترجع سايز تي، لانها مش بترجع بوينتر. اي حد بيرجع بوينتر بيرجع الاند. تمام؟ طيب من الكونفنشنز بالمناسبه بتاعت السي بلس بلس، حاجه مضطرده يعني هتلاقيها موجوده دايما، ان السي بلس بلس بتسمي الفانكشنز البيلت ان اللي فيها بالطريقه اللي اسمها سنيك كيس. سنيك كده، سنيك كده صح؟ لقيت تعبان. سنيك كيس يعني ايه؟ يعني كل الحروف سمول وبيفصل بين الكلمات باندر سكور. دي من الحاجات اللي هتلاقيها دايما في السي بلس بلس كده. تمام؟ ده الكونفنشنز بتاعت الفانكشنز بتاعت السي بلس بلس. فانكشنز السي بلس بلس تبقى سنيك كيس، حروفها كلها سمول ومفصول بين الكلمات وبعضها باندر سكور. باينري اندر سكور سيرش، لور اندر سكور باوند، واي حاجه كده تلاقيها مضطرده بالشكل ده. جميل، حد عنده سؤال؟ لا تمام. حلو، طب انا عايز اطبع. انت قلت لي ان انا اقدر اجيب القيم اللي في السيت سورتد. انا عايز اشوف ده. تعالى كده نقول له سيت دوت انسرت 1، سيت دوت انسرت 15 17. المفروض لما اجي دلوقتي اطبع السيت يطبع لي 1 5 7 1 15 17. نعمل ده ازاي؟ بفور ايتش، ابسط حاجه فور ايتش. فور انت اكس في الست، سي اوت اكس دي يعني فور ايتش انتجر اكس جوه الست. مش عارف انت ولا هتبقى بيديك اتريتور، اعتقد بيديك اتريتور. الشباب بيتريتور؟ لا مش اتريتور. ده جميل، جميل اهو. 1 15 17 يعني ينفع تفور ايتش على الست. فور ايتش انت جوه الست اطبع لي الانت ده، هيطبعهم لك من الصغير للكبير. فتقدر تتخيل ان الست كانها array دايما sorted او vector دايما sorted. هي فعليا مش كده، بس تقدر تتخيلها كده. ليه؟ لان تعاملك معاها مش هيديك حاجه عكس كده. دي طريقه. في طريقه ثانيه انك تمشي فيها بالبوينترز او بالاتريتورز. فور اوتو اتريتور بيساوي set dot begin، هات لي كده البدايه. وطول ما الاتريتور ده ما وصلش ل set dot end، طول ما لسه ما وصلتش النهايه، واتريتور بلس بلس وامشي خطوه خطوه، سي اوت اتريتور. تعالى نكومنت ده ونكومبايل ونرن، اطبع لك نفس القيمه.
بس اكيد طبعا الفور اتش اسهل وابسط. طب باشمهندس لو عايز امشي من الاخر للاول، هبدأ من الاند ماينس 1. طيب دي نقطة، النون لينير اتريتورز او الاتريتورز اللي على نون لينير داتا ستراكشرز ما فيهاش جمع وطرح، يعني ما فيش حاجة اسمها سي اوت سيت دوت بيجن بلس 1 واحط قبلها نجمة، مفيش حاجة اسمها كده. فمين ده ايه؟ انا كده بقول له هات لي اول element بوينتر على اول element وحركه خطوه وهات لي القيمه اللي جواه. ما فيش، لو جيت ران هيقول لك ما ينفعش اجمع على iterator بتاع نون لينير داتا ستراكشر. بالمناسبه مشكله ال STL ان الايرور مسج بتاعتها ما بتكونش واضحه، ودي من الحاجات المشهوره. بس هو هنا بيقول لك ما فيش operator بلس على الايتريتور بتاع الست. الظريف في الامر ان في اوبريتور بلس بلس، بس مفيش اوبريتور بلس. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اجيب تاني واحد في الست هقول اوتو اتريتور بيساوي سيت دوت بيجن، واجي اقول له اتريتور بلس بلس واسي اوت نجما اي تي، ده يشتغل، اللي فوق ما يشتغلش. مفهوم؟ اللي فوق ده مش صح، ما ينفعش تجمع اون ذا فلاي كده، تاخد الالتريتور في فاريبل وتعمل له بلس بلس او ماينس ماينس. كومبايل بيقول لي بس ان في اي تي 4. كومبايل شغال. عملت ده ليه؟ عشان اجيب اول تاني اليمنت، فتلاقيه طبعا هو 1 15 17 وبعد كده طبعا ال 15 اللي هي تاني اليمنت. مفهوم النقطة دي؟ هو الإتريتور ده بوينتر؟ تقدر تعتبره بوينتر، هو حقيقة مش بوينتر، بس تقدر تعتبره بوينتر. يعني هو أوبجكت. مفهوم أو بي هو أوبجكت مش بوينتر. بس بيأكت أز بوينتر، بيتعامل كأنه بوينتر. تمام. باشمهندس اتفضل. هو يعني كل الحاجات اللي هي في الاس تي ال فيكتور او ماب او سيت او كده، هم دول بيبقوا متخزنين في الهيب صح؟ اه، لانهم دايناميك الوكيشن، عشان كده انا ما اقدرش اوصل لهم زي الاري مثلا ورا بعض. لا، انا محتاج ان هو كل واحده تشاور على اللي وراها، بس ان هم مش ورا بعض. لا، الفيكتور ينفع لان هو الفيكتور هو اري. ايه؟ الفيكتور هو اللينكد ليست؟ لا خالص، انت غالبا ما حضرتش سيشن الفيكتور، ولا انت حضرت بس ما كنتش مركز، ولا انا ما قلتش. انا قلت لا انا حضرت وما ركزتش. قلت يا باشمهندس ان قلت ان الفيكتور معمول بالاري وبيمسح ويحجز. انا قلت الجمله دي وقعدنا نتكلم يعني ايه امورتايز تايم كومبلكسيتي ساعتها. بس انا لسه انا دلوقتي ترم رابع، فكنت لسه واخد داتا ستراكشر، فلسه المحاضره بتاعت النهارده كان الباشمهندس بيشرح محمد ياسر قال لنا اللينكد ليست هو الفيكتور سي بلس بلس. خالص كده انا ما جمعتش قوي يعني. خالص الفيكتور فيه راندوم اكسس. يعني ايه راندوم اكسس؟ يعني ينفع اقول له هات لي خمس اليمنت، اللينكد ليست مستحيل تعمل فيها ده. مستحيل في اللينكد ليست تقول لها هات لي ثالث اليمنت. لا، ما فيش، هروح للاول وافضل نيكست نيكست لحد ما اروح للثالث. طيب بس هو الفيكتور بيبقى متخزن فين؟ في الهيب ولا الستاك؟ هيب. بص، السي بلس بلس اي حاجه دايناميك الوكيشن، يعني بيتعمل لها الوكيشن في الران تايم، يعني انت مش متاكد من السايز بتاعها قبل الاري قبل الران تايم، بتتحط في الهيب. تمام، بس هو في الهيب بس اقدر اخش له يعني زي الاري بالظبط، لان تاني هو جواه اري. تمام، ماشي، جميل، حلو. ممكن مثلا دلوقتي باللي احنا قلناه ده استغنى عن upper bound ازاي؟ لا، مش هينفع استغنى عن upper bound. بس مثلا لو انا عايز اعرف مين اول واحد اكبر من 15، ممكن افايند ال 15 واعمل
اتريتور بلس بلس، فكده اجيب اللي بعد ال 15. حد عارف المشكله هتكون فين؟ وما فيش 15. لو ما فيش 15 هيديك اند، مش هتعرف تتصرف. بس لو انت ضامن ان في 15 وعايز تعرف مين اللي بعدها، دور على ال 15، فايند ال 15 واتريتور بلس بلس او ابر باوند اسهل. حد عنده سؤال يخص السيت، يخص الفانكشنز اللي قلناها دي؟ محدش بيسمع. جميل. طيب معلوم التايم كومبلكسيتي بتاع كل الفانكشنز دي لوج ان. يعني فيما عدا الفانكشنز اللي انت متاكد ان هي او اوف 1 زي مثلا دوت بيجن دوت اند، دي اكيد او اوف 1. اي حاجه تانية بتعمل حسابات هي لوج ان، اي حاجه تانية لوج ان، ما فيهاش حاجه لينير مثلا. تمام. طيب بتعمل ده ازاي؟ بتعمل ده بباينري سيرش تري. اين هي؟ كنا رسمناها من شويه اهي. السيت مخبيه جواها باينري سيرش تري. لو حد مهتم بموضوع الداتا ستراكشرز وحابب المعلومه كامله، فهي مش معموله بباينري سيرش تري، هي معموله بنوع من الباينري سيرش تري اسمه ريد بلاك تري. الريد بلاك تري هو نوع من الباينري سيرش تري. ما علينا، ولا كانك سمعت المعلومه. المهم يعني ايه باينري سيرش تري؟ يعني هي شبه الشيء اللي مرسوم ده، كل واحد اكبر من كل اللي على شماله واصغر من كل اللي على يمينه. استفدنا ايه لما عملنا ده؟ ان اقدر في لوج ان اجيب لك اي حد. بص احنا عندنا ثلاثه فانكشنز اساسيين في الست والباقيين بيخدموا عليهم. فانكشن الانسيرت عايز تضيف حد، فانكشن الايريز عايز تمسح حد، فانكشن الفايند عايز تدور على حد. دول اساسيين في اي داتا ستراكشر بتسبورت الثلاثه دول، انك تجيب تانسرت تضيف تمسح تدور. تعال اقول لك ازاي بيدور على قيمه معينه. بيروح عند الروت، عند روت التري. انت مثلا بتدور على 15، بلاش 15، بتدور على 6، بلاش 6، القيم بس غريبة شوية اللي احنا حاطينها دي، خلي دي تبقى 4، احنا عايزين ما يكونش فيه تكرار عشان تبقى 6، يعني دي كده مالتي ست، فيها ستات، فيها 3 6، ممكن نخلي اللي هنا دي تبقى 3، والستة اللي تحت دي تبقى 5، دي تبقى 5، والسبعه دي نخليها 10، وعلى الشمال دي نخليها 8. حلو. دي كده valid binary search tree. طيب عايزين ندور على ال 8. الباينري سيرش تري بتعمل ده ازاي؟ بنروح نقف عند الستة، نقول لها أنا بدور على الثمانية، هو أنت الثمانية؟ تقولي لأ. أقول لها طب ألاقي الثمانية فين؟ بما إنها باينري سيرش تري والثمانية أكبر من الستة، هتقول لك في النص اللي على اليمين. يعني مش على الشمال، على اليمين. فأروح على يمينها للعشرة. أقول لها هو أنت الثمانية؟ تقولي لأ. أقول لها طب أنا بدور على الثمانية، بما إن الثمانية أصغر من العشرة هتقول لي في النص اللي على الشمال. فأروح نازل شمال. اروح اسالها هو انت 8؟ اه. worst case time complexity قد ايه؟ لوج ان. لوج ان، لان في الورست كيس هنزل من فوق لحد تحت خالص، وما بمشيش في كل النودز، انا بمشي بارتفاع التري، كل ليفل بعدي عليه مره واحده وبنزل اللي تحت، فبمشي ارتفاع التري. والباينري تري اي باينري تري ارتفاعها لوج عدد النودز اللي فيها. في الورست كيس هندور على حد في لوج ان،
طب تعال ندور على التسعه، ايه اللي هيحصل؟ اروح للسته، دايما بسيرش من البدايه، اروح للسته اقول لها هو انت تسعه؟ لا. طب الاقي التسعه فين؟ تقول لي انا سته، يبقى هي اكيد على اليمين. اروح للعشره، هو انت تسعه؟ لا. طب الاقي التسعه فين؟ تقول لي انا 10، يبقى هي اكيد على الشمال لانها اقل مني. اروح للثمانيه اقول لها هو انت تسعه؟ تقول لي لا. لا. طب الاقي التسعه فين؟ تقول لي اكيد على اليمين. اروح على اليمين ما الاقيش تشيلدرن، فاعرف ان مفيش تسعه. اروح على اليمين ما الاقيش تشيلدرن، فاقول اكيد مفيش تسعه. فرجع لك دوت اند. طيب يبقى احنا كده قلنا كيس لقينا وكيس ما لقيناش. طيب عايزين بقى نشوف، يعني انا دلوقتي عايز امبلمنت الست، لو انا عايز امبلمنت الست بابسط طريقه ممكنه، اعمل ده ازاي؟ او باينر سيرش تري، هتعمل فانكشن سيرش الاول، هتبدا بسيرش اللي انا قلتها دي، وبعد كده فانكشن انسرت. تشتغل ازاي؟ انسرت هسيرش عليه، لو موجود مش هانسرته، لو مش موجود هعرف انسرته فين. يعني لو انا عايز انسرت التسعه هانسرتها فين؟ اروح للسته ولا انا عايز انسرت التسعه؟ تقول لي على اليمين. اروح للعشره تقول لي على الشمال. اروح للثمانيه تقول لي على اليمين. اروح اعمل انسرت للتسعه هنا. فاهمين؟ هي نفس فانكشن السيرش، نفس فانكشن السيرش، بس بعد ما تسيرش يعني لو قالت لك لقيته هتقول خلاص، ما لقيتوش هتشوف المكان اللي كان المفروض تبقى فيه وتنسرت فيه. طيب الاريز تقريبا بتعمل نفس الحاجه، انا عشان اريز حد هروح ادور عليه وبعد كده اري بالانس التري، اشيله واري بالانس التري، اري فاليديت التري. يشاهد انك عشان تنسرت هتسيرش، عشان تمسح هتسيرش، فكلهم متوقفين على السيرش اللي احنا قلنا ان هو في الورست كيس تايم كومبلكس بتاعته لوج ان. اي حاجه عايز تعملها في التري دي او في الست هتلاقيها في لوج ان، تلاقيها في الغالب عشان تعمل حاجه معينه من الست بتديها لك من الفانكشناليتي بتاعت الست، انت بتروح تدور القيمه دي. عايز اعمل ابر باوند هروح ادور على الاكبر منه، عايز اعمل لور باوند اروح ادور عليه هو، ولو ما لقيتوش اجيب لك الاكبر منه. في الاخر خالص هتلاقي التايم كومبلكسيتي دايما مبني على فكره السيرشنج، اللوج ان بتاع السيرش. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طبعا الباينري سيرش تري فيها شويه مشاكل. في موضوع البالانسنج بره عننا المشاكل دي، بس انا عايزك يعني ايه اقولها لك وتبقى معلومه عندك. فين المشكله؟ ان الباينري سيرش تري ساعات بتقلب اري لو انت مش واخد بالك. افترض ان اليوزر رخم وجه في الباينري سيرش تري بتاعتك اللي هي كانت فاضيه في الاول وقال لك انا عايز انسرت 1، تعمل ايه؟ هتروح عند الروت تلاقي مكان فاضي انسرت 1، لك عايز انسرت 2 فتروح لل1 تقول لها ال2 المفروض تتحط فين؟ تقول لك على يميني. عايز انسرت 3 تروح لل1 تقول لها ال3 المفروض تروح فين؟ على يميني. تروح لل2 تقول لك على يميني، والاربعه هتيجي كده والخمسه هتيجي كده. هي تري بس مجهده شويه، تري بس عامله نفسها اري. طب انا دلوقتي عشان ادور على الخمسه تايم كومبلكسيتي ان، همشي على الخمسه كلهم. طب ما كده الورست كيس ان. ما انا قلت ان الست مش معموله اصلا بباينري سيرش تري، هي معموله بنوع من الباينري سيرش تري اسمه ريد بلاك تري. بيعمل الريد بلاك تري ده بيبالانس التري. لو تاخد بالك ان التري دي بنفس القيم ينفع اخليها عامله كده، ثلاثه هنا على شمالها اثنين على شمالها واحد وعلى يمينها أربعة وعلى يمينها خمسة. فاهم؟ تمام. فالريد بلاك تري بتعمل ايه؟ وهي بتنسرت بتشوف لو التري تقلت في ناحية عن التانية، يعني هنا بص دي الواحد ده عنده على شماله كام نود؟ صفر، وعلى يمينه أربعة بطريقة غير مباشرة، يعني هو على يمينه نود واحدة بس بطريقة غير مباشرة في أربعة على يمينه، فهو بيبالانس التري. الريد بلاك تري بتعمل كده، هي وحاجه ثانيه اسمها اي في ال تري، دول اوبشنز عشان تبالانس الباينري سيرش تري.
ما علينا، تعالوا نطلع بره التفاصيل دي ونرجع لموضوعنا. الست لوج ان، الست بتعمل كل ده في لوج ان، يعني هم جابوا احسن حاجه الباينري سيرش تري وصلت لها وشغالين بيها في لوج ان مش في لينير خالص. تمام. حلو. ايه الفرق بين السيت والبريورتي كيو؟ البريورتي كيو ممكن يعني الاليمنتس تتكرر. حلو. ايه كمان؟ السورتنج، الديستندنج والاسندنج مثلا. جميل. ايه كمان؟ هنا بقريز بفاليو، هناك لازم ابوب اكبر واحد. دي نقطه مهمه جدا. هناك انت مالكش اكسس غير على اكبر واحد بس، هنا انت تقدر تدور، هناك مفيش سيرش يا شباب، مفيش اوبشن السيرش في البريورتي كيو. ما ينفعش تقول له هو انا عندي خمسه ولا مفيش، مفيش حاجه اسمها كده. هنا في اوبشن انك سيرش، اوبشن انك تابر باوند، تلور باوند، تانسرت، تقريز اي حد انت عايزه. اريز بالمناسبه لو انت قلت له اريز حد مش موجود عادي، هيروح ويلاقيه مش موجود يقول لك ماشي خلاص مفيش مشكله، مش هيضرب يعني. هناك مفيش اوبشن انك تريز، هناك في اوبشن انك تبوب اكبر واحد. هنا انا ينفع اعدي عليها وبرنتها، هناك عشان تبرنت البريورتي كيو لازم تفضيه، لان هو بيديك اكبر واحد، بعد كده يديك اكبر واحد، بعد كده يديك اكبر واحد، فلازم تبرنت وبعد كده تبوب، تبرنت وبعد كده تبوب. فالفرق كبير. لا السيت فيها فانكشناليتي اكتر بكتير، ولكن البريورتي كيو كونستانت تايم اسرع بكتير، كونستانت تايم اسرع بكتير جدا. ليه؟ ما فيهوش فانكشناليتي كتير، بالتالي عنده شويه حاجات قليله بيحاول يحافظ عليها، ما بياخدش كونستانت تايم كبير بالمقارنه بالست. السيت مدياك فانكشناليتيز اكتر بكتير. حد عنده سؤال؟ النقطة الأهم، امتى استخدم ست؟ معاك شوية حاجات عايز تخليهم يونيك، عايز تضمن ان هم دايما يونيك، دايما سورتد. زي ما اتفقنا هم فعليا مش سورتد، بس الباينري سيرش تري ينفع تعمل لها ترافيرسل بطريقة تجيب لك الأرقام سورتد. ازاي؟ حاجه اسمها ان اوردر ترافيرسل. لو حد خد الاستراكشر بص كده، لو دايما لو بدانا من هنا من الواحد اللي على الشمال ده طبعناه، بعد كده طبعنا البيرنت بتاعه، بعد كده طبعنا اللي على يمين، يعني كل نود هنقف عندها. سيبك من الواحد، خلينا نبدا من عند الستة. كل لو احنا عايزين نطبع التري دي في صوره اري من الصغير للكبير هنعمل ده ازاي؟ قال لك اي نود انت واقف عندها اطبع كل اللي على شمالها الاول، بعد كده كل اللي على يمينها، اسف كل اللي على شمالها الاول، كل اللي على شمالها، بعد كده هي، بعد كده كل اللي على يمينها، هتطلع لك الاري سورت. طيب تعالى نابلاي الالجوريثم ده. عايز انا واقف عند الستة اعمل ايه؟ سيبها وروح اطبع اللي على شمالها. اللي على شمالها الثلاثة اعمل ايه؟ سيبها وروح اطبع اللي على شمالها. اللي على شمالها الواحد اعمل ايه؟ سيبها وروح اطبع اللي على شمالها، مفيش، فاعمل ايه؟ اطبعها هي، اطبع الواحد، بعد كده روح اطبع اللي على يمين الواحد، مفيش، خلصت، اطلع فوق التلاتة، انا طبعت كل اللي على شمالها، اعمل ايه؟ اطبعها هي، بعد كده روح على يمينها الخمسة، مفيش حد على شمالها، اطبعها هي، مفيش على يمينها، فهنطلع للتلاتة، طلعنا للستة، ده ريكيرجن بيرجع لفوق. الستة اقول لها انا طبعت كل اللي على شمالك فهي تطبع، بعد كده روح على يمينها للعشرة، اعمل ايه عند العشرة؟ اطبع كل اللي على شمالها. اروح للثمانية اعمل ايه؟ اطبع اللي على شمالها، مفيش حد على شمالها، اطبعها هي، بعد كده اروح على يمينها اطبع اللي على يمينها كده، اطلع لفوق للعشرة اقول لها انا خلصت كل اللي على شمالك فتطبع العشرة، بعد كده تروح للي على يمينها 100، تلاقي الاري طبعت سورتد. ده ما كانش ينفع نعمله في الهيب تري. فزي ما قلت لكم رصينا التري بطريقه الهيب فادتنا بطريقه، فادتنا في حاجه، رصيناها بطريقه الباينري سيرش تري فادتنا في حاجات تانية.
حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ لا تمام. جميل. ايه كمان؟ عندنا اثنين اتريتورز اسمهم الريفرسد اتريتورز. زي ما قلت لكم في اتريتور اسمه سيت دوت بيجن. ده بيجيب لك بوينتر او اتريتور على اول واحد في السيت، اصغر واحد في السيت. وسيت دوت اند ده بعد النهايه، بعد اخر واحد. في اتريتور اسمه ار بيجن. ار بيجن اختصار لريفرسد بيجن. ده بيجيب لك اخر واحد. طب وار اند ده بيجيب لك بوينتر قبل الاولاني. والاتريتورز دي حوله. يعني ايه حوله؟ يعني اي تي ده لو قلت له اي تي بلس بلس فهو بيرجع مش بيروح لقدام. يعني لو معاك ست فيها الارقام دي 1 2 3 4 5 6 فار بيجن هو بيشاور على السته. لو قلت له بلس بلس هيبقى بيشاور على الخمسه. فاهمين؟ وهو على الخمسه لو قلت له ماينس ماينس هيرجع على السته، هو محول. لو تخيلنا الداتا ستراكشر بتاعتنا شكلها كده، فده بيجن اول اليمنت، وده اند بعد الاخر انفاليد مش صح اصلا، يعني هو مكان مش بتاعك. ده ار بيجن وهنا ار اند. ودايما البيجن لما بتعمله بلس بلس بيتحرك ناحيه الاند، بيتحرك كده. وار بيجن لما بتعمله ار بلس بلس بيتحرك ناحيه الار اند، بيتحرك كده. فلو انت عايز تطبع السات من الكبير للصغير هعمل اللوب بتاعت الاتريتورز، بس بتبدا من ار بيجن وبتنتهي عند ار اند، بنعمل لها بلس بلس عادي. فور اوتو اتريتور بيساوي set.rbegin، وطول ما الاتريتور ما وصلش لset.rend واتريتور بلس بلس cout نجمه اي تي، ده هيعمل ايه؟ هيطبع لنا الست من الكبير للصغير. طبع 17 15 واحد. باورفول قوي، يعني الست قويه جدا، فيها تفاصيل كتير ومميزات كتير، تعرف تعمل بيها حاجات كتير قوي. حد عنده سؤال كده؟ طيب خلونا ناخد بريك، نرجع 10 و10 نكمل على الاس تي ال. السلام عليكم. تمام، كنا اتكلمنا عن السد. وصلنا في الاخر ان السد فعلا واحده من اقوى الداتا ستراكشرز اللي هتستخدمها في السي بلس بلس، بل وفي معظم اللغات. داتا ستراكشر قويه جدا واستخداماتها كثيره جدا وافكارها كثيره جدا. تمام، تعالى بعد كده. بعد كده هنتكلم عن داتا ستراكشر ثانيه هي المالتي سيت، بس كل الكلام اللي قلناه فاليد عليها. انسرت 5، انسرت 15، انسرت 5، اريس 5. الفكره في السيت ان هي المالتي سيت، اسف، فيها تكرار عادي. ولكن اريس 5 بتروح تمسح جنس الخمسات كله، نوع الخمسات كله بتروح تمسحه. تمام؟ طب انا لو عايز امسح خمسايه واحده بس هعمل ايه؟ هتفايند الخمسه وتمسحها. دي اريز في منها اتنين فيرجنز، واحده بتاخد قيمه
والتانيه بتاخد اتريتور على حاجه انت عايز تمسحها. يعني هنا لما مسحت، لما قلت له اريز 5 مسح الخمستين، بس تعالى كده نشيلها ونرن. هو فعليا في خمستين، يعني انا عملت انسرت الخمستين طبع لي الخمستين فعلا، بس اريز بتروح تمسحهم كلهم. طب انا لو عايز امسح واحده منهم هروح اقول له اتريتور اوت مثلا اتريتور بيساوي set find الخمسه، فكده جالي اتريتور على واحده من الخمستين. هروح اقول له set dot erase هذا المكان، مكان مش قيمه، قيمه هيروح يمسح الخمسات كلها، كده هيروح يمسح لك خمسيه منه. تمام، بس والباقي valid، ينفع تعمل فيه اللي انت عايزه، يعني زي السيت بالظبط. طيب انت معاك التول وشغلتك انت في وسط المساله، او حتى شغلتنا احنا مع بعض في البراكتس، ان احنا نقعد بقى نفكر ازاي نحول المساله لسات وماب ومالتي سات وفيكتور وشويه الحاجات بتاعتنا دي. احنا معانا دي كتولز في ايدينا، الباقي بقى ان احنا في البراكتس نقعد نشوف ازاي نحول المساله للتول دي. ده محتاج ايه عشان تعرف تعمل كده؟ اول حاجه محتاج تكون عارف في الداتا ستراكشر دي بستخدمها امتى. زي ما قلت لك السيت بتستخدمها لما تكون عايز الداتا تكون يونيك اللي جوه السيت. بيرت كيو انت عايز في اي وقت بوش، وفي اي وقت تسال مين الماكسيمم يرد عليك، وفي اي وقت تقول له شيل الماكسيمم يشيله، ويبقى مستعد انه يرد عليك برضه في مين الماكسيمم بعد ما نشيل الماكسيمم، اللي هو مين السكند ماكسيمم، مين الثيرد ماكسيمم، وهكذا. اهم سؤال لازم تكون بتجاوب عليه بعد كل سيشن، كل داتا ستراكشر من اللي خدتهم دول امتى استخدمها؟ سيبك من ازاي استخدمها، دي هتيجي مع الوقت، هتيجي مع الحل، هتيجي مع براكتس. اعمل لك سيشن ثانيه نقعد نستخدم فيها الداتا ستراكشر دي كتير، بس الاهم امتى استخدمها. تمام، بعد كده عندنا بروبلم بتقول لك معانا شوية موظفين، لسه كده شوية موظفين، كل موظف هديك ليه اسمه والسالري بتاعه. كنا قلنا مثال زي ده قبل كده واحنا بنتكلم عن البير، ما قلت لك كنت عايزك تصورتهم وتطبعهم مترتبين مثلا على السالري. لا، المرة دي عندي سؤال مختلف، كل موظف هديك اسمه والسالري بتاعته، وبعد كده عايزك تعمل هديك كويريز، كل مره اديك اسم موظف تقول لي هو بيقبض كام. يعني اقعد اقول لك احمد بيقبض 20، حسين بيقبض 50، حسن بيقبض 13، افضل اقول لك كل واحد بيقبض كام. ده في الاول، فلان بيقبض كذا، فلان بيقبض كذا، فلان بيقبض كذا، كده يقول لك هو احمد بيقبض كام، ترد عليا وتقول لي كذا. بس ده سؤال بسيط خالص بالحاجات اللي احنا عارفينها. ازاي نحل السؤال ده؟ الحاجات اللي احنا خدناها يعني استخدم اي داتا ستراكشر وسيرش بقى. سيرش في تايم قد ايه؟ يعني لو فيكتور اوف بيرز هيبقى في ان بالظبط. انا ينفع اعمل فيكتور اوف بيرز، فيكتور of pair او array of pairs string. جميل، والسالري دي مثلا دبل، واروح امشي جوه الفيكتور ده اشوف اف ان ده احمد زين سي اوت دوت نيكست، اف ان دوت فيرست احمد سي اوت دوت سكند، او array of pair
of string و double array واروح الوب على الاراي زي واف ان الفيرست احمد سي اوت السكند. هي الاراي بتاع اي دايناميك ده ستراكشر ما فيهاش اي مشاكل يعني لو استخدمتها مش صح يعني. الاراي بتاعت اي داتا ستراكشر اي دايناميك داتا ستراكشر لو استخدمتها مش هتعمل لي اي مشاكل. يعني ايه الاراي بتاعت دايناميك داتا ستراكشر؟ يعني زي البير عملت اراي بير او اير اراي سترينجز وحاجات دي. عادي مبدئيا بس عشان برضو نفصل البير مش داتا ستراكشر يا شباب لانه مش بنخزن فيه داتا ونقعد نكويري عليها. لا ده هو almost داتا تايب يعني ابستراكت داتا تايب تمام. بس ينفع احمد تعمل array of اي حاجه. ينفع تعمل array of sets array of queues array of اي حاجه انت عايزها. بالمناسبة دي هنت في المسألة بتاعت تيم كيو. ما أنا حلتها. حلتها؟ من غير أي مساعدات أجنبية؟ لا يعني هو الكوتش ساعدني فيها صراحة اللي لي نصها تقريبا. مين؟ كوتش هشام. هشام؟ تمام. فا ينفع تعمل array وفي أي حاجة أنت عايزها. لأن دايما وأنا باجي أتكلم عن أي حاجة من أي data structure من دول كنت باجي في الاول لو تاخد بالك كده ما بقولكش عندنا داتا ستراكشر جديده كنت بقول لك عندنا داتا تايب جديده. ينفع تعمل اري اوف فيكتور اري اوف فيكتورز اري اوف فيكتورز اوف بيرز يعني كل اليمنت في الفيكتور عباره عن بير معايا بقى اري من الفيكتورز دي كذا فيكتور من دول ينفع مفيش مشكله تمام. حلو مشكله الحل ده ايه اللي هو سواء بفيكتور او باري لازم السيرش ان لازم السيرش يكون لينير لازم السيرش لينير. فكل ما تديني موظف تقول لي اسمه انا هروح ادور في الاراي كلها او في الفيكتور كله في الورست كيس دي حاجه وحشه. طيب عندنا بقى داتا تايب جديده اسمها ماب. بس الماب عامله زي البير كده باتنين داتا تايبس. طيب ايه الماب دي؟ الماب دي تقدر تبص لها على انها اراي بس الاندكس بتاعتها ينفع تبقى اي حاجه. يعني مش لو انت لو السي بلس بلس بتتيح ان انا اعمل اراي الاندكس بتاعتها كلمه اراي بدل ما هي الاراي صفر مش ده هيتيح لي اني لو عايز اعرف السالري بتاعت احمد او عايز اخزن السالري بتاعت احمد هقول ايه اوف احمد بيساوي 13. لو عايز اطبع سالري احمد اقول له سي اوت اي اوف احمد. يعني المساله دي لو السي بلس بلس عندها فكره ان الاراي الاندكس بتاعتها ينفع تبقى اي حاجه غير الرقم وكان ينفع اخليها كلمه كنت حليت المساله دي بسهوله جدا. ازاي؟ كنت هاجي هنا كده وانا باخد انبوت معايا input معايا داتا تايب string s اللي هو النيم خليه نيم ومعايا دبل سالري ومعايا array افترضوا ان احنا عندنا array بس دي مش موجوده invalid array of int واجي اخد input كده كملوا اللوب يعني اقول له cn name وسالري وخليه لي A of name A of أحمد مثلا بيساوي سالري
ولما تيجي تسألني أقول لك سي أوت A of name أو A of حسب. فالأري تروح لوحدها تدور على إندكس حسن وجيب لك القيمة اللي فيه. عندنا إندكس فيها قيمة، فيها إنت أو فيها دبل، دي دبل. المشكلة إن ده مش موجود في الـ C++، موجود في لغات تانية بالمناسبة. يعني في لغات تانية الأري فيها الإندكس مش لازم تبقى رقم، ينفع تبقى أي حاجة، مش لازم تبقى ورا بعضها، ينفع تبقى متباعدة. الـ C++ لا. بس في الـ C++ ماب. الماب اتعملت عشان تحل المشكلة دي. مشكلة ايه؟ ما تيجي نخترع array الاندكس بتاعتها مش لازم تبقى رقم صحيح، ينفع تبقى اي حاجة. نعملها ازاي دي؟ قال لك هتكتب كده map of، انت عايز الاندكس نوعها ايه؟ نوعها string، هتكتب في المكان الاولاني ده string. عايز الفاليو نوعها ايه؟ نوعها double اللي هي السالري، اكتب في المكان التاني double. يعني كأنك بتقول له انا عايز ماب اديها كلمة تديني رقم، ماب اكسسها بكلمة string اسم الموظف ترجع لي رقم بيعبر عن قبضه. طب هنستخدمها ازاي؟ زي الاري بالظبط. يعني تعال نكتب كود بقى، بدل ما هعمل الاري invalid دي انا اقول له انا عايز ماب بديها string تديني دبل، اسمها مثلا salary او بلاش salary، خليها map. موجودة في library اسمها map. تعالى ناخد n عدد الموظفين والloop. ناخد الاسم والسالري بتاعته واروح اقول له map of name بتساوي salary. وتعالى بعدها مثلا اسي ان اسم كمان واطبع له السالري بتاعته كام، سي اوت map of هذا النيم. تعالى نجرب كومبايل، بيكومبايل رن، مستني مني عدد الموظفين. هقول له مثلا عندي 3 موظفين، أحمد بيقبض 13.7، حسن بيقبض 12.5، حسين بيقبض 15. ودلوقتي مستني مني اسم حد أديهوله يديني قبضه كام، فأقول له مثلا أحمد بيقبض كام، فطبع لي 13.7. عملها إزاي؟ ديته هنا اسم، هو راح كأنه إندكس بالظبط، كأني بقول للأري هو إندكس 2 فيها كام، بس المرة دي بقول له هو إندكس أحمد فيها كام؟ هيقول لي فيها 13.7. تمام؟ تمام. بس سيمبل أز ذات، أبسط ما يكون. طبعاً في شوية تفاصيل هنتكلم فيها، بس يعني ده الاستخدام الشائع بتاع الماب. طيب، تعال نشوف بقى كيسز. لو قلت له مثلا عندي 3 موظفين، احمد بكذا وحسن بكذا وحسين بكذا، وجيت قلت له احمد كده، هيطبع ايه؟ ولا حاجه، هيطبع صفر. بيطبع الديفولت فاليو بتاعه الداتا تايب الثانيه لو الاولى مش لو ما فيش الاولى. يعني لو ما فيش حد اسمه احمد هيطبع لك الديفولت فاليو بتاعت الدبل، الدبل الديفولت بتاعه زيرو. السترنج لو انت مثلا حاطط الناحيه الثانيه سترنج، السترنج الديفولت بتاعه سترنج فاضي. لو انت حاطط بوليان، البوليان الديفولت بتاعه فولس. فلو انت اديته اندكس ملهاش فاليو هيرجع لك صفر، يعني مش هيضرب، هيطبع بس هيطبع صفر، هيقول لك ان ماب اوف احمد بصفر. ليه؟ ما عنديش احمد، بس هو ما بيقولكش ما عنديش احمد. تمام؟ حلو. ايه كمان؟ يبقى مبدئيا لو رحت على اندكس مش موجوده في الماب ما قلتلوش هي القيمه بتاعتها بكام؟ هيرجع لك صفر. او صفر ده لو هي كانت رقم. رجع لك الديفولت فاليو بتاعتها. طيب. ايه كمان؟
بما ان دي ماب مش اري، الاري بتعرف لها انت سايز وبيبقى ثابت، الماب لا، فاكيد في فانكشن في الماب اسمها سايز، سي اوت ذا سايز از ماب دوت سايز كومبايل رن. اثنين احمد، اثنين احمد 12 وحسن 13، طبع لي احمد فقال لي احمد 12 وذا سايز از 2. طيب الغير متوقع، اثنين احمد 12 حسن 13، طبع لي حسين تفتكروا هيعمل ايه؟ سايز هيبقى 3. السايز هيبقى 3 ازاي ده؟ لما بتقول له في اي وقت انا عايز فلان وبيروح ما بيلاقيهوش بينسرته بفاليو 0 ويرجع لك الفاليو، فاهمين؟ قول له انا عايز ماب وفي احمد، راح ما لقاش احمد، هيعمل انتري في الماب، مكان في الماب الاندكس بتاعته احمد والفاليو بتاعته 0 ويرجع لك الزيرو، بس هو حق احمد خلاص بقيمه 0. تمام؟ ف دايما انك تاكسس اي مكان في الماب بالسكوير براكتس كده، لو مش موجود هو هيكرييته. في مشكله؟ مفيش مشكله. طيب طب لا انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز اعمل كده، اعمل ايه؟ هتشتغل مع الماب بقى على انها ست. تقريبا كل الفانكشنز بتاعت الست موجوده في الماب، بس الفانكشنز مش بتعمل ده. ازاي؟ انا هنا كنت عايز اجت النيم ده، فهقول له الاول لو النيم ده مش موجود يعني ايه؟ يعني ماب دوت كاونت النيم ده كانت بصفر، يعني عد لي النيم ده موجود كام مره؟ ولا مره، يبقى مش موجود. سي اوت نوت فاوند. إلس اطبع لي بيو بوت كام؟ كومبلكستي ايه؟ ايه؟ كومبلكستي زي الست بالظبط في كل حاجة. الماب معمولة برضو بباينري سيرش تري. طب هو بيسورت على اساس الكي ولا على اساس الفاليو؟ على اساس الكي. انا ما قلتش اصلا لسه سورتنج خالص، بس يعني لو انت بتبني على ان هي سيت، بيسورت على الكي. طيب فكاونت بقول له عد لي الاندكس اللي اسمها نيم دي موجوده كام مره، لو ما لقيتهاش موجوده ولا مره قول له نوت فاوند، غير كده قول لي هو بيقبض كام. طب الفكره فين؟ انت عملت كده ليه؟ ماب دوت كاونت لو ما لقيتوش مش بتكرييته، يعني بتروح تسال عليه هو في نيم في احمد، ما فيش احمد خلاص مش هعمل حاجه. انما ماب اوف كذا لو راحت ما لقيتوش بتكرييته. فتعال نجرب كده، كومبايل ورن. اثنين احمد، اسف، اثنين احمد ب 12 وحسن 13، سالته عن حسين فقال لي نوت فاوند والسايز لسه باتنين زي ما هو ما زادش. طيب ففي كاونت في الماب، في فايند في الماب، ترجع لك اتريتور، فاقول له اوتو اتريتور بيساوي ماب دوت فايند، دور لي على مين حسن او على النيم ده، واقول له مثلا هنا اف ماب دوت اف اتريتور كان بيساوي ماب دوت انت، يبقى مش موجود. اثنين احمد، اثنين ويتش، ثلاثة دور لي على بي فقال لي نوت فاوند والسايز لسه اثنين زي ما هو. في فايند، في كاونت، في اند، وفي بيجن، في انك تلوب على الماب وتطبعها.
بس كل الحاجات دي لازم تتعمل على الكي يا باشمهندس، ما ينفعش من حاجه على حلو. الفاليوز. خلونا بقى نقول المصطلحات الصح زي ما انتوا بتتكلموا كده. انا كل ده عمال اقول اندكس 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 عشان اوصل لكم ان هي زي الاري بالظبط، بس هي ما عرفا ما اسمهاش اندكس، اسمها كي. الاولاني ده اسمه كي والتاني ده اسمه فاليو. فايه اللي بيتعمل على الكي؟ اسالني بقى تاني. يعني انا ما ينفعش افايند فاليو؟ لا ما ينفعش. لو عايز تفايند فاليو خليها هي الكي. يعني انا مثلا دلوقتي انا عايز اطبع الاسامي لاكبر سالاريز زياده على الحاجه اللي احنا كنا عايزين نعملها. ممكن تعمل اتنين مابس، ماب تديها اسم تديك سالاري، وماب تديها سالاري تديك اسم. انما غير كده هتشتغل بماب من اسم السالاري، يبقى هتدور لينير بقى. تمام يا باشمهندس. طب انا عايز اطبع الماب، عايز اطبع كل الناس اللي في الماب دلوقتي اسمه سالري اسمه سالري اسمه سالري. اعمل ده ازاي؟ فور ايتش، ابسط حاجه فور اوتو اكس في الماب. بس في نقطه في السيت، وانا ماشي جوه السيت كان السيت اوف اند كان بيديني كل مره رقم 2 3 5 7. الماب كل مره هيديك بير كي وفاليو، بير من سترينج ودبل. لو انت بتفور ايتش على ماب هيديك بير مش هيديك فاليو، لان هي مش فاليو، هو في كي وفاليو، فبيديك بير بالكي والفاليو بتوعك. تعال نسميه بقى بي عشان يكون. فانا اسي اوت بي دوت فيرست اللي هو الكي اللي هو الاسم، وبي دوت سكند اللي هو الفاليو اللي هي الاب. run u2 a 2 و b 2 ونص. في حاجه تاني كان بياخد اسم سيرش بي ما بيعملش بيه حاجه، فدلوقتي حاجه مش مهمه، فطلع لي a ب 2 و b ب 2 ونص. شاهد كلام منطقي جدا. ساعات السيت لما كنت بفور ايتش على سيت كان في كل مره في كل لفه بيديني اند، لان السيت كان جواها اند. الماب لا، الماب جواها حاجتين، جواها اسم وابد، فبيديك بير. حلو. فيه ملاحظه ظريفه ان لو جيت هنا قلت له عندي اتنين موظفين، الاول اسمه بي بيقبض 2.5 والتاني اسمه ايه بيقبض 2، فهو هيطبع لك اي كلام في الاول بس كده، فيطبع لك ايه قبل البي. ليه؟ لان الماب بتسورت عكي، هي عامله زي الباينري سيرش تري بالظبط، بترتب وتحط تقول حبه يروحوا على الشمال وحبه يروحوا على اليمين، بس هي بتعمل ده على الكي. فلما تيجي تعدي عليهم بتجيب لك اصغر كي الاول اللي هو حرف الاي قبل حرف البي، عشان هم كلمات، لو ارقام هيجيب لك الارقام الصغيره الاول، حتى لو انت جايبهم بترتيب من كبير للصغير او بترتيب عشوائي هيعديك عليهم من الصغير للكبير. حلو. يبقى احنا كده بنعرف نعمل ايه؟ بنعرف نستخدم الماب كانها اري. كل استخدامات الاري ينفع تستخدمها مع الماب. ينفع استخدم الماب كانها ست. ازاي؟ ينفع تلور باوند على كي معين، تابر باوند على كي معين، تفايند كي معين، تانسرت. ينفع تانسرت، يعني لو انت مش عاجباك الطريقه اللي فوق بتاعت ماب اوف نيم ايكوال سالري، فانت ينفع تقول له ماب دوت انسرت وتدي له بين كده كيرلي براكتس النيم والسالري، ده بدل السطر ده، يعني تستخدمها كانها ست بتاخد كيو فاليو لو انت مش عايز تستخدمها كانها اري كده. 2 بي 2 سنس كانس كانس كانس. بي ب 2.5 و A ب 2، فطبعهم زي ما هم بالظبط. طيب ايه كمان؟ بس ينفع تاريز، ينفع تاريز من الماب، ماب دوت اريز وبتديها كي معين، او تديها بو اتريتور. يعني لو انت عامل سيرش قبل كده ينفع تديها الاتريتور اللي انت دورت بيه.
ينفع تكاونت وهتقول لك صفر او واحد، تديها كي معين تقول لك هو موجود مره ولا مش موجود خالص وهكذا. لو انا ينفع دخلت تجيب بجيم وان وتعدي عليها بوينترز فور اوتو. ايوه انا دخلت نفس الكي، هل بيوفر رايت؟ دي نقطه ظريفه. لو بنستخدم الاري نوتيشن تفتكر هي اوفر رايت ولا لا؟ ايوه اه، في الاري نوتيشن بيوفر رايت. يعني تعالى كده نجرب. لو جيت قلت له انا عندي اثنين موظفين، احمد بيقبض 2 واحمد بيقبض 13، فهو بيقول لك احمد اللي متسجل عنده احمد 13. ليه؟ لانه هو زي الاندكس. لو قلت له اندكس 3 فيها 5 وبعد كده رحت قلت له اندكس 3 فيها 12 هينسى ال 5 ويسيف ال 12. نفس الكلام اندكس احمد فيها 2 بعد كده قلت له اندكس احمد فيها 13 هينسى ال 2 ويخزن ال 13 بس. الانسيرت لا، الانسيرت مش بتوفر رايت. الانسيرت بتروح ايه ده احمد موجود خلاص مش هعمل حاجه. يعني تعال نجرب كده. لو هي هي بالانسيرت 2 احمد 2 واحمد 13 فهيسيب احمد 2 مش احمد 13. تمام. حد عنده اسئله؟ طب لما بصب جوه الماب، يعني لما باكسس اندكس معين ده بيبقى كومبلكس ايه؟ حلو. زي ما قلت الماب اي حاجه فيها زي السيت بالظبط لوج ان. ليه؟ لان انت لما بتقول له انا عايز ماب وفي احمد، هو بيعمل ايه؟ بيروح يدور على احمد. يعني زي ما قلت لكم ساعه السيت ان الباينري سيرش تري كلها مبنيه على فكره ازاي سيرش، ازاي ادور على قيمه 5، ازاي ادور على النود اللي مكتوب فيها احمد. والسيرش في الباينري سيرش تري في لوج ان لو هي بالانسد في لوج ان. ف انا بقول له ماب اوف احمد بيساوي 3، بيعمل ايه؟ بيروح يدور على المكان اللي المفروض يكون فيه احمد ويكتب فيه 3 في تايم قد ايه؟ في لوج ان. بقول له سي اوت ماب اوف احمد بيعمل ايه؟ بيروح يدور على المكان اللي فيه احمد ويطبع له قيمته. ف سواء عملت اكسس بسكوير براكت او عملت اكسس بالفانكشنز بتاعت اللي شرحها بتاعت الست، فالتايم كومبلكسيتي لوج ان. تمام تمام. حد كده عنده اي سؤال واي حاجه مش واضحه؟ طيب بناء على شويه المعلومات البسيطه اللي قلناها في الماب دي، ممكن حد يقول لي يوز كيسز غير اسمه وسالري؟ طب هو الاريز فانكشن تبقى عامله ازاي؟ انا قلت اريز هتديها كي. اه ماب دوت اريز احمد هيروح يدور على الكي اللي اسمه احمد ويشيله ككي وفاليو يرميهم خالص. لو ما لقاهوش مش هيزعل. او بتديها اتريتور. تمام. طيب سؤالي تاني، حد يقول لي استخدامات تانية للماب غير المثال ده؟ هي هتنجزنا في أسئلة الفريكوانسي أريز عموما. بالظبط. احنا لسه ما اتكلمناش في الفريكوانسي أري عشان اللي مش عارف يعني ايه فريكوانسي أري، بس اللي عارف يعني ايه فريكوانسي أري فأي حاجة أنت بتعدها لو بتعد بقى أرقام حاجة غير الأرقام الصحيحة الماب هتلحقك. طب عبد الرحمن ممكن تقول لي كيس اكون بعد ارقام صحيحه وما اقدرش احلها بالاري ولازم احلها بالماب؟ لو الارقام دي مش كونتينوس، حاجات ديسكريت فاليو ديسكريت عن بعض. هي لو الارقام ديسكريت ما فيش مشكله في الاري، بس لو الارقام دي كبيره جدا لدرجة ان هي يعني تأوفر الميموري في الاري. بالظبط. افترض مثلا ان انا عايزك
تعدلي يعني frequency array على انا بعت كام ترانزاكشن مثلا في بنك، وعايز اعرف انا بعت كام ترانزاكشن للحساب اللي رقمه كذا. في حد ليه رقم حساب؟ اعمل كده، عايز اعرف اديك رقم حساب وتدور لي في الترانزاكشنز اللي انا الناس اللي انا حولت لهم انا بعت للحساب ده كام مره او تعاملت معاه كام مره، سواء بعت له او استلمت منه. ففريكوانسي في فريكوانسي اري بس الرقم كبير، الرقم 10 مليار، يعني لو جينا نبص له كانت هو 10 مليار. فهل هنحجز فريكوانسي اري بسايز 10 مليار؟ لا، فساعتها الباب هتلحقنا. هنتكلم في ده في السيشن بتاعه الفريكوانسي اري. بس ده استخدام فاليد جدا. حد عنده تصور ممكن نستخدم الماب في ايه كمان؟ جميل، هنشوف في الاساينمنت افكار كتير على الموضوع ده. بس زي ما قلنا التايم كومبلكسيتي قد ايه؟ لوج ان لاي اوبريشن منه. يعني دلوقتي ممكن نتحل مساله وممكن نتكلم في داتا ستراكشر كمان. خلينا نقول داتا ستراكشر كمان ونخلي المسائل لسيشن ثاني. داتا ستراكشر ثانيه بسيطه خالص. نكتبها من غير ما احرك الصفحه حتى. اسمها ان اوردرد ماب داتا تايب. في مالتي ماب برضو. ايه مالتي ماب؟ في مالتي ماب بس مش هتلاقي لها استخدامات كتير ده فعليا. بس الان اوردرد ماب هتلاقي لها استخدامات، وانا عايز اقولها عشان هي حاجه انترستنج. يعني ايه الان اوردرد ماب؟ زيها زي الماب بالظبط، ولكن في تايم كومبلكسيتي اوف 1. بس بترتيب الدخول، بس ما فيهاش ترتيب. ده حقيقي. لا مش بترتيب الدخول، هي ترتيب عشوائي. امورتايز اوف 1 اكيد. مش امورتايز اوف 1، افريج كيس اوف 1. ازاي ده؟ ازاي باكسس تشايلد يعني؟ لا ثواني، تاني افريج كيس دي يعني في معظم الكيسز او في الافريج كيسز، انما انا ممكن احط لك سيناريو يخلي الان اوردرد ماب تبقى اوف ان. يعني هو ايه احسن؟ اتعامل مع حاجه افريج كيس اوف 1 وورست كيس اوف ان، ولا اتعامل مع حاجه امورتايزد اوف 1؟ امورتايزد احسن. ليه؟ لان امورتايزد يعني محسوبه، في مره ان قدامهم ان مره اوف 1. تمام. افريج كيس يعني في الافريج انبوت، في معظم الانبوتس اللي انت هتديها لي التايم هيكون اوف 1، بس احيانا هيكون اوف ان. طب في حساب يقول لك امتى تكون اوف 1 وامتى اوف ان؟ لا يعني احنا بنقول بس ايه، يعني هي ديزايند بطريقه لو انت مش قاصد توقعها مش هتقع، لو انت مش قاصد تخليها اوف ان مش هتبقى اوف ان. فاهمين قصدي؟ انما الامورتايزد كومبلكسيتي انت ما تقدرش تخليها دايما اوف ان اصلا. يعني انت كيوزر بيستخدم الداتا ستراكشر اللي التايم كومبلكسيتي بتاعها امورتايزد اوف 1، ما
ما تعرفش تخليها او اوف ان. ما ينفعش تحط لها سيناريو كده يخليها اوف ان دايما. انما الداتا ستراكشر اللي في الافريج كيس اوف 1 انا ينفع اديها ورست كيس تخليها دايما اوف ان. عشان كده هتلاقي الان اوردرد ماب ملهاش استخدامات كتير في الكومبيتيشنز. ليه؟ حد يقول لي ليه مش بنستخدم الان اوردرد ماب كتير؟ عشان اكيد الجادجز حاطين الكيس اللي بيخليها اوف ان. الجادج ممكن يحط لك تيست كيس توقعها لك. انما في الحياه العاديه في حياتك التطبيقيه العمليه المشاريعيه الكلام الجميل ده لا، في العادي انت بتقابل مش بتقابل الورست كيس دايما في الحياه العاديه. فبنستخدم الانوردرد ماب ويكون اوبشن حلو جدا. انما في المسابقات لا، ما بيكونش اوبشن حلو دايما. يعني ممكن بعد كده تبقى تجرب كل مساله تحلها بالماب وتحلها بالانوردرد ماب، هتلاقي فيه تغير رهيب. يعني ايه؟ هتلاقي فيه مساله الماب اسرع ومساله ثانيه الانوردرد ماب اسرع. مش حاجه ثابته. ليه؟ على حسب الجادج حاطط تيست كيسز عامله ازاي. فانا ما اقدرش احكم في الكومبيتيشنز بالذات اقول لك لو حلتها بماب هتيجي اكسبت، لو حلتها بانوردرد ماب هتيجي اكسبت. لا، دي حاجه تخص المساله وتخص ظروفها وتخص الجادج حسبه كبيره. بس مهم انك تكون عارف الاثنين. ساعات بنصمت المساله بماب ما تجيش، نصمتها بانوردرد ماب تيجي والعكس. تمام؟ حد عنده سؤال؟ لا تمام. جميل جدا. الشاهد او في نقطه لسه بقى شويه فروقات. الان اوردرد ماب من اسمها هي ان اوردرد، مش مترتبه. ما ينفعش تلوب عليها فيجي لك الحاجات بالترتيب من الصغير للكبير، مش شبه الست. امال هتلوب عليها هيجي لك الحاجات بترتيب عشوائي، ولا بترتيب دخولها ولا من الصغير للكبير، هتجي لك بترتيب عشوائي. دي نقطه. ايه كمان؟ مش اي داتا تايب تنفع تبقى كي. في الان اوردرد ولا في الاثنين؟ الكي بيبقى بير. الماب اي داتا تايب كومباربل ينفع نكمبير ما بينها وبين بعضها ينفع تبقى كي في الماب. يعني البير، هو البير ينفع نقارن بين بير ببير؟ اه، بيقارن بالفيرست، ولو لو متساويين بيقارن على السكند، يبقى ينفع نحط بير في الماب. انما الان اوردرد ماب لا، ما ينفعش تحط فيها بير، لانه مش عايز حاجه كومباربل، هو عايز حاجه هاشبل، فده موضوع تاني خالص. ايه كمان؟ بس دي تقريبا الفروقات اللي هتفرق معاك قوي. يعني حد كده عنده سؤال في النقطه بتاعه الان اوردرد ماب دي؟ اي حاجه عايز يسال عنها؟ الان اوردرد ماب اللي بيستخدم جافا هي نفسها الهاش ماب، والماب العاديه اللي بيستخدم جافا اسمها تري ماب، اسمهاش ماب. الماب في الجافا هو عباره عن انترفيس، ما ينفعش تجيب منه اصلا انستنس. فالماب بتاعت سي بلس بلس في الجافا اسمها تري ماب، الان اوردرد ماب بتاعت سي بلس بلس في الجافا اسمها هاش ماب. حد عنده سؤال يا شباب؟ لا تمام. مش جميل. خلوني اقول لكم نقطه اخيره ازاي الان اوردرد ماب دي شغاله. شغاله بحاجه اسمها هاشينج. ده اوف توبك، يعني حاجه بره عندنا برضه. ازاي يعني؟ ده حاجه انترو ظريفه. الهاشينج من التوبكس المهمه في الكومبيتيشنز بالمناسبه، بس لسه قدام. بس يعني ممكن نقول انترو ظريفه كده على موضوع الهاشينج ده. يعني ايه هاشينج؟
الهاشنج او الهاش هي فانكشن بتاخد انبوت تطلع اوتبوت رقم تاني او حاجه تانية. يعني ايه؟ تعالى نفترض ان الهاش فانكشن بتاعتنا بتاخد انبوت وتطلع الاوتبوت ده مود 10. فلو انا جيت للهاش فانكشن دي اديتها 5 هتخرج 5. جيت للهاش فانكشن دي اديتها 37 او 27 هتخرج 7. جيت للهاش فانكشن دي اديتها 120 هتخرج 0. طب هو بيعمل ايه في الهاش في الـ unordered map؟ هو بياخد الكي بتاعك يعمل له هاشنج ويتعامل مع array linear عادية. يعني بياخد منك كي يحوله الرقم وهو جوه حاجز array عادية خالص وبيبدأ يتعامل بيها بالاندكس، ياخد الرقم ده كأنه اندكس في الاري دي. فمثلا لو انا حاجز array بسايز 100 الهاش فانكشن بتاعتي اخليها تمود 100. ليه؟ عشان مود 100 انا ضامن ان اي اوتبوت طالع هو من 0 ل 99. الارقام مود 100 الناتج بتاعها من 0 ل 99. لو انا حاجز اري بسايز 1000 امود 1000. فاهمين؟ فلو انت جيت تقول لي انا جاي لك عند الكي 1,000,007 يروح في اندكس 7 في الاري. مفهوم؟ تمام. بس طبعا بديهي جدا هناخد بالنا ان في حاجه اسمها كوليجنز. يعني ايه كوليجنز؟ يعني رقمين على الشمال يتهاشوا لنفس القيمه لنفس الاندكس. يعني مثلا لو احنا بنمود 10 مليون و7 مود 10 ب7، 27 مود 10 ب7، يعني مليون و7 و27 بيروحوا على نفس المكان في الاري. ازاي نهندلها؟ ليها حوارات وليها كذا طريقه ينفع نهندل بيها. طب سترنجات هيعمل لها هاش ازاي؟ ينفع نهاش السترنجات بكذا طريقه. يعني انا جاي لي سترنج دلوقتي مش جاي لي رقم، جاي لي كلمه اي بي سي عايز اعمل لها هاش، عايز احولها الرقم في الرينج من صفر ل 1000. اعمل ايه؟ في كذا هاش فانكشن تنفع مع السترنجات. يعني ينفع نعمل لها هاشنج بكذا طريقه. ازاي مثلا؟ تعالى نفترض ان ايه يعني 1 وبي يعني 2 وسي يعني 3 وكده نقدر اقول ان الرقم ده 123 واروح واخده مود 1000 فيطلع 123 زي ما هو. فاهمين؟ طبعا دي مش احسن حاجه عشان لو السترنج اصلا كان فيه واحد واثنينات وثلاثات. بس الشاهد ان الهاشنج فكرته ان انا همسك منك هاخد منك حاجه قيمه انبوت اعمل فيه شويه حاجات وامده بسايز الاري في الاخر فيطلع لي رقم جوه الاري اروح احط الحاجه بتاعتك فيه. طب انت جيت تسالني انا عايز اعرف اي بي سي بيقبض كام، اروح ماسك اي بي سي اعمل لها هاشنج فيطلع لي نفس الرقم 123 اروح اجيب لك القيمه اللي في مكان 123. طب ده بيحصل في تايم قد ايه؟ في اوف 1 طبعا. لو يعني الهاش فانكشن لو انت بتهاش سترنجات فهي في لينير عشان انت بتهاش. نفس الكلام في الماب بالمناسبه عشان كومبيرنج السترنجات في لينير. بس عموما الفكره في ازاي الهاش ماب او الان اوردرد ماب بتشتغل في اوف 1 لانها مخبيه جواها اري عاديه مش تري. تاخد منك الرقم 123 تروح عامله له مود 1000 ده في تايم قد ايه؟ 4 اوف 1. وبعدها تروح تدور على القيمه اللي طلعت لها تدور عليها في الاري في تايم قد ايه؟ 4 اوف 1 لان الاري انا هروح اسيرش على اندكس فيها 4 اوف 1 ما فيهاش لف ودوران. تمام؟ حد عارف ليه ممكن تبقى اوف ان؟ ازاي ممكن تبقى لينير؟ اعتقد لما يبقى كل الهاشز بتوفر لاب بتكولايد اسمها كوليجنز بيتعمل كوليجنز فلو كل الهاشز بتكولايد
كلهم بيروحوا على نفس المكان، فساعتها التايم هيبقى لينير. طب انا عشان اعمل تيست كيس عامله كده محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف السي بلس بلس بتهاش ازاي باي ديفولت، وبناء عليه اروح جايب لك شويه انبوتس لما يتعمل لها هاشنج تطلع نفس الحاجه. تمام؟ بس انا خلصت. حد عنده اسئله؟ طب ما كده يعني الورست كيس بتاعها مش اوف اون اوف ان؟ ما انا قلت اوف ان. اه تمام تمام انا قلت هي في الافريج كيس اوف 1، يعني في معظم الاحوال هتبقى اوف 1. ليه؟ لان الكوليجنز مش بتحصل دايما، والهاش فانكشن مش بتاخد منك الرقم تعمل له مود، بالمناسبه دي بتاخد الرقم تعمل عليه شويه اوبريشنز وبعد كده تعمل له مود، فهي مش يعني مش حاجه مباشره اللي هو همسك 123 اعمل لها مود 10 فتطلع 3، واخد 13 اعمل لها مود 10 فتطلع 3. هو مش بياخد مود 10 اصلا، هو بيمسك الرقم يفضل يعمل فيه شويه حسابات كتير ويغيره خالص، وبعد كده يروح واخد المود في الاخر. فالهاش مش مجرد مود، بس احنا نقدر نتخيلها انها مود في الاخر، تبقى شبه الراندوم نمبر والسيد والحاجات دي، صح؟ لا، لانها مش راندوم. لانها لو راندوم وانت جيت في مره قلت لي احمد بيقبض 200 جنيه وجيت المره الثانيه بتسالني هو احمد بيقبض كام وانا بهاش راندوم، مش هعرف احول احمد لنفس المكان. فاهم؟ تمام. انا عايزها ما تبقاش راندوم، انا عايزها تديني نفس البيهيفير كل مره، عشان لما اهاش اول مره وتيجي تسالني وهاش يطلع نفس الناتج فاروح اجيبه لك من نفس المكان في الاريج. تمام. حد عنده اسئله تاني؟